والدستور قال في المادة 92 إنه الحقوق لا يقص تقييدها أو إفراغها من المضمون. فرنسا زي ما عاوزة مشاركة، لكن ما تجيش تحت مظلة التنظيم وتفرغ للحقوق دي من المضمون وتخليها مجرد نصوص دستورية مالهاش أي قيمة في الواقع العام. تعمل كده قانون، بس القانون ده إيه؟ مقيد بهذا الدستور، وبالتالي البرلمان نفسه ملتزم بهذه الحقوق فيما يصدره من تشريعات. يجب ألا تفرض هذه التشريعات الحقوق من المضمون الحقيقي، وإنما يجب أن يكون التنظيم في إطار تحديد نطاق الحق بما يتوافق مع المنصوص عليه في الدستور. أيضا لها قيمة دستورية زي ما قلت لكم، تتمتع بالعمالة القضائية الدستورية. ما دام هي حقوق جت في الدستور، خدت بالك؟ يبقى هذه الحقوق تتمتع بالحماية القضائية اللي تكونها المحكمة الدستورية من خلال أمرين زي ما قلت لكم. رقابة دستورية القوانين واللوائح، أي توافق القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية واللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية توافقها مع أمر الصالحين، فإن هي خالفت الدستور أو خرجت عن مضمون الحق المقرر في الدستور أو أفرغت هذا الحق من مضمونه، كان للمحكمة الدستورية العليا أن تقضي بإلغاء القانون المخالف للدستور لعدم الدستورية. يبقى هنا رقابة، أقوى رقابة موجودة، وهي رقابة المحكمة الدستورية العليا، أعلى رقابة موجودة في الدولة، لأن يترتب عليها أن تراقب البرلمان فيما يصدر من قوانين وتلغي هذه القوانين وتقضي بعدم دستوريتها إذا وجدت أنها مخالفة للدستور. الأمر الثاني للمحكمة الدستورية العليا تملكه تفسير النصوص القانونية بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والحقوق الدستورية والنصوص عليها. عندما تختلف المحاكم في نص معين في القانون، كل محكمة تفسر تفسير معين، وقد تكون بعض هذه التفسيرات لا تحقق المضمون أو لا تحقق معنى هذا الحق، فتروح للمحكمة الدستورية العليا وتطلب استنطاق تفسير لنص القانون. المحكمة الدستورية العليا تفسر نص القانون تشوف ايه هي تفسر الحق في الدستور والنحوي، وبالتالي تشوف هل هذا القانون متوافق مع نص الدستور او هو مخالف نص الدستور. اذا لا تخالف نص الدستور تعمل هي التفسير الصحيح لهذا النص القانوني بما يتوافق مع النص الوارد في الدستور. دي منظومه حقوق اذا الدستوريه وردت في الدستور المصري، ويتمتع بها كل مواطن دون تمييز. خلي بالك، دون تمييز بحسب الجنس، حسب اللون، حسب العقيدة السياسية، بحسب الدين أو لأي ارتباط آخر. مادة 53 من الدستور بتنص على المساواة بين المواطنين، تقول لك المواطنون أمام القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة والحريات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب كذا وكذا وكذا أو لأي سبب. كان زمان يقول لك لا تمييز بينهم في الدستور 71 بسبب الجنس أو اللون أو كذا أو كذا، وسيب الحقوق. لما جو في الدستور 2014 قالت او لاي سبب اخر، يميز بقى بينه مش لاي سبب، لان ده معاقص من اصحاب من ذوي الاعاقات، يميز تحرمهم حق عشان عنده اعاقه، يقول لك ده سبب اخر غير المنصوص عليه في نصوص الدستور. اي سبب تاني تفكر فيه ده من سينا وده من الصعيد وده كلهم سواء امام القانون، لا تمييز بينهم في هذا الامر لاي سبب من يبقى جميع الحقوق التي نص عليها الدستور يا حضرات هي حقوق للرجل والمرأة على حد سواء. فبالعكس الدستور ما اكتفاش بهذا النص العام في المساواة زي ما قلت لكم، وإنما جاء بنص خاص لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة صراحة. المادة 11 اللي أنا قلت لكم عليها المرة اللي فاتت، المادة 11 من الدستور قالت الدولة ملتزمة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. شوف المادة 11 هتلاقيها بتتكلم عن جميع المجالات التي النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، المعرفة زي الرجل بالظبط. أكثر من ذلك قلت لكم الفقرة 2 من المادة 11 نصت على التزام الدولة بأن تحقق للمرأة تبوء جميع المناصب وجميع الوظائف بما فيها الوظائف في الجهات والهيئات القضائيه، يعني ما تجيش اي جهه قضائيه او هيئه قضائيه وتميز بين الرجل والمراه. فكل حق ورد في الدستور، ما فيش واحد يقول لي لما الدستور ما ذكرش المراه في هذا الحق، قال المواطنون لما يجي يقول لكل المواطن هي المراه مواطن ومش مواطن،
ولما يجي بقى يقول لك في نص 53 المواطنون لدى القانون سواء لا تمييز بينهم بسبب الجنس او ده منصوص عليه صراحه. يبقى يعني مره ولا لا؟ يقينا مش حد يقدر يقول ولا حد يجي يقول لك مره اصل الدستور ما اتكلمش، يقول لك اصل في دستور ثانيه يقول لك المواطنون والمواطنات زي الدستور التونسي. ما هو برضه حد ايه يقطع الطريق على هذه الافكار القديمه والعلميه. التونسي متطورين قوي في مجال اول مره المغرب والجزائر كلها، المغرب العربي كلها. فجاي الدستور قال لك المواطنون والمواطنات، يعني بقى اللي بيتلكن ويقول اصل الدستور قال كل مواطن أو كل ما هو المواطنون لدى القانون، قال لك لا احنا نحط المواطنون والمواطنات. حد هيقول لا المرأة مش داخلة مش مواطن ولا مواطنة، طب المرأة إيه بقى؟ مخلوق آخر يعني غير المواطن والمواطنة. فده حتى الدستور ما خلي بالكم ما نصش على المواطنون ولا المواطنات، برضه ده لفظ المواطن يشمل الرجل والمرأة في الأجيال زي لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى. في اللغة العربية يقول لك الولد يشمل الذكر والانثى، انما العرف بتاع الناس اصل الولد على الذكر. لا هو غير صحيح في اللغه العربيه، لو ذكر الولد فيشمل الذكر او الانثى، لم يكن له ولد اي لم يكن له اولاد، لو لم يكن له لا ذكور ولا اناث في مطلقا. فلما يجي دستور المواطنون يشمل هذا كل مواطن يعيش على ارض مصر ايا كان. لما يجي الدستور لما يتكلم عن الناس عموما يبقى يشمل كل المقيمين على اقليم الدوله، انما لما يذكر المواطن يذكر من يحمل صفه المواطنه، من يحمل الجنسيه المصريه يكون مواطنا في الدوله المصريه، دول لهم حقوق، لكن في حقوق انسانيه ثانيه لكل الناس الموجودين في داخل اقليم الدوله دي يتمتع بها كل انسان لمجرد كونه انسان. هذه منظومه الحقوق الدستوريه كما راينا في الدرس الماضي تفصيل. هذه المنظومه ان كان نص شيء خلي بالك مش معناها ان هي نص، معناها ان كان فيها حق غير منصوص عليه تاتي التكمله من الاتفاقيات الدوليه، وهذه الاتفاقيات الدوليه لا تطبق بوصفها اتفاقيات دوليه ولكن بوصفها نصوصا قانونيه وطنيه. استمدت القوه دي من ايه؟ جابت القوه بتاعتها دي من ايه؟ بقت قوانين وطنيه بسبب ايه؟ بسبب الدستور نفسه. هو الذي ارفع عليها القيمه القانونيه. وقال لنا في الماده 151 اللي موجوده من سنه 61 قال لنا ان رئيس الجمهوريه يمثل الدوله المصريه ويوقع المعاهدات والبرلمان يصدق عليها وتنشر في الجريده الرسميه ويكون لها بعد نشرها وفقا لقضاء قوه القانون. يبقى اللي خلاها قوانين واللي الزمنا بيها مش انها صدرت من الامم المتحده ولا من المؤتمرات الدوليه او الى اخره، اللي الزمنا بيها الدستور بتاعنا اللي قال يكون لها قوة القانون متى صدقت عليها مصر ونشرت في الجريدة الرئيسية البرلمان وافق عليها والرئيس اصدرها ثم نشرت في الجريدة الرسمية، وده اللي بيخليها بعد كده لها قوة القانون. قلت لكم المادة 51 دي موجودة من سنة 71. دستور 2014 ما اكتفاش بكده. أنا بعض الناس كانوا بيقولوا إن الدستور بيتكلم عن المعاهدات الدولية لكن ما جابش سيرة اتفاقيات حقوق الإنسان. ما جابش اي كلمه عن حقوق الانسان، فجه الدستور في 2014 وقال لهم ما تزعلوش. قال الماده خاصه الماده 93. الماده 93 تتكلم عن المواثيق الدوليه لحقوق الانسان التي صدقت عليها مصر. خلاص بقى مش انتوا كنتوا بتقولوا الاول انه بيتكلم عن المعاهدات اللي بين الدولتين والمعاهدات التجاريه والمعاهدات الاقتصاديه والى اخره. لا ده اتفاقيات حقوق الانسان سواء كان اسمها معاهده او اسمها اتفاقيه او اسمها ميثاق او اسمها اعلان ايا كان اسمها، بعد ما ذكر انواع على المواثيق الدوليه اللي صدقت عليها مصر كلها بعد ما صدق عليها يكون لها قوه القانون. قلت لكم يكون لها قوه القانون ان هذه الاتفاقيات الدوليه تكون واجبه التطبيق في مصر. قوه القانون يعني القانون بيطلع ليه؟ عشان نتفرج عليه؟ عشان يطلع في الجريده الرسميه ونفرح بيه؟ لا، عشان يطبق ويلتزم به وتلتزم به كافه سلطات الدوله. يعني طبقا للدستور برضه الدوله تلتزم بالدوله سياده القانون، مش بتكلم عن سياده القانون، سياده القانون معناها ان القانون مطبق على كل من يوجد في اقليم الدوله. وتلتزم به كافه سلطات الدوله وكافه الافراد وكافه المؤسسات وبالتالي
هذه الحقوق الموجودة في الاتفاقيات الدولية تكون واجبا التطبيق في مثل كافة سلطات الدولة. السلطة التشريعية ملتزمة به. يعني ملتزمة به؟ يعني لا تستطيع أن تصدر قوانين تناقض الاتفاقيات الدولية. وخلي بالك أنا قلت لك الحتة دي بالذات بتخلي الاتفاقيات الدولية في مركز أعلى من القانون الوطني. مش كده ولا لا؟ يعني القانون الوطني اللي أصدره البرلمان والبرلمان يقدر يعدل في أي وقت ويجي منه نصوص ويعمل نصوص، لكن الاتفاقية الدولية البرلمان لا يقدر أن يرفع القياس متى التزمت بها مصر. وجب على السلطة التشريعية أن تلتزم بها أيضا. وجب على السلطة القضائية أن تلتزم بها أيضا. وبالتالي تطبقها على المنازعات التي تنطبق عليها هذه الاتفاقيات. ووجب على السلطة التنفيذية تهيئ لأفراد المعاهدة مع الدول الأجنبية وهي اللي صدقت عليه وهي اللي وافقت عليه هي برضه تلتزم بهذه الاتفاقيات الدولية. في الغالب الاتفاقيات الدولية يا جماعة اللي بتظبط تتعلق بحقوق معينة حقوق الإنسان بيكون لها وظيفة الدستور. يعني بين الاتفاقيات الدولية تتكلم عن حق المرأة في العمل. طب ما حق المرأة في العمل ده منصوص عليه في الدستور المصري. يبقى حق المرأة في العمل في الدستور حق دستور. ويبقى تيجي الاتفاقية الدولية تنص على الحق في العمل فيكتسب هذا الحق عمل الصفة الدستورية أيضا. وبالتالي لا يكون للمشرع الوطني أن يخالف هذا الحق وأن يقيده أو يفرغه من مضمونه. وبالتالي يقول إيه؟ يقول إنه الاتفاقية الدولية إذا تعلقت بحقوق وردت في الدستور المصري هذه الاتفاقية تعلو على القانون الوطني. تعلو على القانون الوطني. بما إن القانون الوطني لا يملك أن يخالف الدستور والحق الذي نصت عليه الاتفاقية الدولية هو حق دستوري فلا يجوز للمشرع الوطني أن يخالف ما ورد في الاتفاقية لأنه هيخالف الوقت نفسه هذا الدستور. واحنا هنشوف إن في بعض النصوص اللي جاءت في اتفاقية فرق المرأة اللي هي اتفاقية السلام هذه النصوص متوافقة مع الدستور ومتنافرة مع القانون المصري. شوف ازاي؟ لما تيجي تلاقي جريمة الزنا يمكن ما درستهاش في مرحلة الرصاص دايما بقول لجواء مراد لان انفصلت زمان لما انت لسه لما كان محمد دراسي عامل دراسي كان انا كنت مدرس كل جواء الاتصال وهلك العرض والزنا والفعل الفاضح العالم وكل يوم كان عندنا سنه طويله واحد بيقدر يشرح كل الجواء دلوقتي فصل دراسي عن كورس يبدا صغير شهرين لا تقدر تدرس جرائم الاشخاص والاموال وجرائم المصلحه العامه كله على بعضه ده بنديه فصل دراسي واحد اللي هو الفصل الدراسي الاول بندرس في العقوبات الخاص فيا دوب بناخد جرائم سريعه كده على مدار الزمن. تبص بقى جرائم السريعه في القانون المصري مخالفه للدستور ومخالفه لاتفاقيه السداد واتفاقيه حقوق المرأة. ليه؟ لانها تفرق بين الرجل والمرأة في كل شيء. في ارتكاب الجريمه نعم في 74 في 74 75 76 77 في قانون العقوبات رجعت تقول لك المرأة ترتكب جريمة الزنا في أي مكان في منزل الزوجية أو خارج منزل الزوجية الراجل لازم منزل الزوجية بالنسبة للعقوبة العقوبة يجي يقول لك المرأة التي تزني تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. طب والباشا الذي يزن في الشهور حضر ست شهور لا لو سمعت عليه الزنا عموما ست زي ست قال يعني عقوبة المرأة أربع أضعاف عقوبة الرجل في كل إعلام. طب وزيادة الدستور بيقول للمواطنين سواء في الحقوق والواجبات والحريات نقول لك ما هو الاتفاقية متفقة مع الدستور اللي مخالف للدستور هو إيه؟ القانون. والقانون ده مخالف للدستور ومخالف للاتفاقيه الدوليه. ولما تيجي الاتفاقيه تقول بقى اتفاقيه السداد زي ما هنشوف في الماده 2 تقول لك الغاء جميع النصوص الجزائيه التي تتضمن تمييزا ضد المراه. اتفاقيه اللي معموله بره اللي عملها الامم المتحده تقول يا عالم الغوا جميع النصوص الجزائيه الوطنيه التي تتضمن تمييزا ضد المراه. يعني نعم عاوز التخفيف بتاعت ال انا هقول لك امثله طبعا ما هنتكلم عنها لما نيجي نتكلم عن الحمايه لاهل المراه هنتكلم عن النصوص دي بالتفصيل. عذر التلبس بالزنا الفص وراء بالظبط الخارج العقوبه اذا قتلها هي او من جاز بها وعاقب طبيعي اذا قتلته هو من جاز بها في منزل الزوجيه تاخذ العقوبه العاديه لا قتل ما لم يرى الله في تطبيق الماده 17 من قانون العقوبات. يعني عايز اقول لك هنا
النصوص الوضعية مخالفة للدستور وللاتفاقيات الدولية وللشريعة الإسلامية. كمان أن الشريعة الإسلامية لا تنفيذ فيها بين الرجل والمرأة لا في العقاب ولا في السلم. خلي بالك أمر الشريعة ما يميز بين الرجل والمرأة لا في العقاب ولا في السلم. الزانية والزاني فالراجل فرقت بين الزانية والزاني لا فجلد كل واحد منهما عشان ما حدش يقول لك ان الله ده يرصها للمرأة بس والقانون لا ده القانون المصري هو مخالف الشريعة الإسلامية. لما يقول لك السارق والسارقة فاقطعوا صرف النظر طبعا عن رأينا في العقوبات ناخد بيها وما ناخدش بيها دي مسألة مش بتاعتنا احنا هنا. لكن يقول لك ايه المساواة قطع الايد ولا قطع الباب ولا الجلد ولا الرجل اي هل فيها عقوبة الرجل والمرأة؟ لا عقوبة الرجل مثل عقوبة لما تلاقي القرآن دايما بيتكلم عن الرجل والمرأة بيسمي بعض المؤمنون والمؤمنات الصادقون والصادقات القانتون مفيش مرة الرجل بس وست كل مرة المرأة الرجل والمرأة مع بعض. في جريمة الزنا تلاقيه يقول لك الزانية والزانية في جريمة السرقة يقول لك السارق والسارق بعض الناس يقول لك ده بس مرة تقديم وتأخير لا ده مش تقديم وتأخير دي فلسفة التجريم والعقاب في الشريعة الإسلامية. السرقة لو فاكر علم الإجرام بتاع السنة الأولى من جرائم الرجال أن السرقة تقتضي رباطة الجأش والقوة والدفاع وساعات تبقى بالإكراه وبالعنف وبتاع فعايز الواحد إيه عقل قوي شوية بدنيا مش قوي عقلية ولا حاجة ممكن يبقى جابي عقلية والسرقة من جرائم الغباء مش من جرائم الأذكياء النصب ده من جرائم الذكاء إنما السرقة من جرائم السرقة فعايز الواحد قوي بدنيا فربنا عبر عنها في الآية الكريمة عن السارق والسارقة هي لغة بعد كده سماوي. لكن في جريمة الزنا قال الزانية والزنا لأن جريمة الزنا يغلب فيها دور المرأة لو عرفت المرأة ما يبقاش في زنا وذلك هي عليها الجرم الأساسي ولذلك القرآن بدأ فيه. لكن شو يقول لك أصل هنا فرق بين المرأة وجابها لا مش تفرق المراعاة للطبيعة وده اللي عرفته سبحانه وتعالى مش هتدرس جرامة وجابها جرامة المرأة بيقول في جرائم الرجال وفي جرائم النساء مش معناها أن جرائم الرجال ترتكبها النساء أو جرائم النساء ترتكبها الرجال يغلب إقدام الرجال على هذه الجرائم ويغلب إقدام النساء على الجرائم الأخرى. هي مسألة مثلا ما أنا عايز أقول لك إيه لما تيجي الاتفاقيات الدولية وتقول إلغاء جميع النصوص الجزائية التي تتضمن تمييز ضد المرأة هي الاتفاقية التي تتفق مع الدستور وهي التي تتفق مع الشريعة الإسلامية بتاعتنا وهي ولكن قانوننا هو المخالف للدستور ومخالف للاتفاقية الدولية في هذا الحال. يبقى إذا لما تبقى متعلقه بحقوق الدستوريه تعلو على القوانين الوطنيه وبالتالي تنسخ القوانين الوطنيه المتعلقه بها. اللي بقى لما مصر تصدر الاتفاقيه الدوليه النهارده وهذه الاتفاقيه فيها تعارض مع القانون الوطني الساري يبقى الاتفاقيه اللاحقه تنسخ القانون السابق في القانون الوطني السابق عليه. ليه؟ لانه هي جت بقى لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وفي قانون سابق متعارض معاه وفقا لقواعد التفسير القانوني البسيطة اللي درستها في سنة أولى في المادة 2 من القانون المدني قال لها السابق عند التعارض مش كده ولا إيه؟ لو جه نص قانوني البرلمان عمل نص قانون النهارده جديد متعارض مع قانون سابق عليه يبقى ده إلغاء ضمني للنص السابق. يبقى لما مصر تصدق على الاتفاقية أنا معنى في رأيي إنه النصوص الزنا في القانون المصري ألغيت بتصديق مصر على اتفاقية السداوة. لما قالت اتفاقية السداوة قالت ايه؟ إلغاء جميع النصوص الجزائية التي تتضمن تمييزا ضد المرأة. ولا لا آخر فقرة في المادة 2 معناها ايه؟ يبقى معناها أن هذه النصوص بما أن مصر صدقت على الاتفاقية يبقى هذه النصوص من الواجب أن تلغي هذه النصوص المتعارضة معها وبالتالي المشرع ملتزم أن يتدخل ويلغي ويعدل هذه النصوص بما يتوافق مع الاتفاق. يبقى واجب القاضي ايه؟ انه يطبق هذه اللي بتستمد قوتها من الدستور المصري في هذه الحاله. برضه يترتب على اعتبار الاتفاقيات الدوليه قوانين وطنيه ضروري التدخل المشرع لتنقيض القوانين الوطنيه من كل نص يتعارض مع نص موجود في الاتفاق. ازاي؟ ولا تستطيع الدوله المصريه خلي بالك ان تحتج امام المجتمع الدولي
لأن البيعة نصوصا وطنية متعارضة مع الاتفاقية. نقول لها لا، ده انت صدقت على الاتفاقية بإرادتك، مقتضى هذا التصديق انك تعملي ايه؟ انك تنقي القوانين الوطنية من النصوص المتعارضة مع الاتفاقية الدولية. مش انت التزمتي بها بإرادتك؟ مش انت صدقت عليها ووافقت عليها واصدقتيها عني؟ خلاص يبقى معناها انك ملتزمة بأن تنقي القوانين الوطنية من كل نص يتعارض مع هذه الاتفاقية الدولية. الحقيقة مصر عملت كتير جدا في هذا المجال، نقول الحق يعني. عملت تقدم كبير في مجال المرأة وفي مجال الطفولة وفي مجال الزواج الخاصة، عدلت نصوص كثيرة جدا، كان من آخرها عقاب الشديد جدا في 2016، مش هكتب الكتاب من الكتاب كان طبعا، عن ختان الناس أصبحت العقوبة الآن السجن المشدد، ويشمل السجن المشدد من يقوم بهذا العمل وولي أمر الفتاة الذي وافق على هذا العمل، القوة بتاعته هو الحبس ومن قام بالعمل السجن المشدد. التسوية بين في سن الزواج للرجل والمرأة، كان زمان عندنا المرأة تتجاوز 16 سنة والراجل طبعا ما تقوليش ما بيحصل دلوقتي، اللي بيحصل دلوقتي غلط مخالف للقانون، هقول لك من حيث القانون مصر أصدرت في 2008 قانون، عدلت القانون بما يساوي بين الفتى والفتاة فيما يتعلق بسن الزواج، وضعت التالي المفروض أن يقضي على الزواج المبكر. نتكلم عليه ونقول الزواج المبكر مشكلة في المجتمع المصري، هنتكلم عن مشكلات الزواج في المجتمع المصري، الزواج المبكر وتعدد الزوجات إلى غير ذلك، والزواج العرفي إلى غير ذلك. لما سووا في سن الزواج بين الرجل والمرأة، وإحنا المصريين عندنا إيه؟ نقدر نلف أي قاعدة، أي نص ممكن نلتف عليه. قالوا سن الزواج لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الإنسان 8-10 سنة لبلية كاملة. أولياء الأمة يعملوا إيه؟ يجوزوا البنات في سن 14 و15 و16 و17 زي ما هم عاوزين، زواج عرفي. يقول لك لما يكمل ال 18 هنروح نوثق الزواج ده لدى المقسوم، مش هنعمل كده. القانون بيمنع المقسوم من توثيق الزواج لأقل من 18 سنة. هيروحوا مجوزين الأولاد في سن صغيرة ويقول لك لما توصل البنت 18 نروح عند المقسوم ونوثق الزواج. المصيبة اللي بتصيب الفتاة والمرأة المصرية هي لو حدث الخلاف قبل وصولها إلى سن 18. هو ميت وهي حامل، خلاص ما عندهاش حقوق المرأة الدهب. وذلك احنا بنقول ساعات المشاركة بيعمل تعديلات ولا يراعي البعد الاجتماعي و طبيعة الناس اللي بيطبقوا هذه القوانين، فيجوزوا البنت 14-15 سنة، يقول لك لما توصل 18 نوثق الزواج، يحصل خلاف، يحصل طلاق بقبليها وبسببها، ما تقدرش تروح المحاكم، ما تقدرش تطالب بأي حق من الحقوق، لأنه لا تسمع دعاوى الزوجية ما لم يكن الزواج سببا بالكتابة. لازم في كتاب عقد الزواج ده تروح المرأة للقضاء يحكم بعد القبول بتاعها. عدد وجود وثيقه مكتوب مش عقد زواج مكتوب بالنسبه للمراه، وذلك يبقى في مشكله. وذلك القانون المصري المفروض بعد اختراق كتير جدا تجنيد الزواج المبكر، لازم يجرم الزواج، مش بس يقول لك لا يجوز توثيق الزواج، ما انت لما تقول لا يجوز التوثيق ما انت ما عملتش حاجه، ما هو مش هيوثق السيد هيعمل زواج عرفي، هيطلع الشيوخ يقولوا له ان الزواج العرفي زواج شرعي، مش كده ولا ايه؟ وعد رئيس الشيخ يقول له انا هتجوز بنتي عندها 14 سنه. فضيله الشيخ يقول له ايه؟ شرط صح حق ولا شرط حق؟ الزواج شرط. متى كان هناك شرط ايجاب وقبول وشاهدين خلاص الزواج شرط من الناحيه الشرعيه. لكن في القانون يا فضيله الشيخ لازم تقول له انه لو البنت حصل لها مشكله لا تستطيع ان تلجا الى القضاء تطالب بحقوقها. لان انت هتعمل زواج شرعي بس مش هتعمل زواج قانوني. والدولة دولة مدنية لا تعتد إلا بالزواج القانون اللي متوفرة في الشروط اللي هنتكلم عنها بعد كده في حقوق المرأة في الأحوال الشخصية. هناك شروط قانونية طبعا في كيان شرعي للزواج، إيجاب وقبول وشهادين بس كفاية الزواج كده ماشي في خلال سنة. لكن في شروط تانية للزواج القانون، لازم الفحص السابق على الزواج ولازم بلوغ الزوجين سن 18 وحاجات لازم القانون تطلبها لازم تتعمل وإلا يبقى معنى كده لما تيجي الاتفاقية الدولية وتقول تسجيل عقد الزواج في وثيقة رسمية
فتحات قديمة جدا تتعلق بالأمر. هي مصر ما كانت بتفرق بين الرجل، بتقول لك المساواة بين الذكر والأنثى في سن الزواج وتسجيل عقود الزواج في وثيقة رسمية. يبقى الاتفاقية أصح ولا مش أصح؟ الاتفاقية بتراعي حقوق المرأة أكثر من التشريعات الوطنية. لما جينا انتقدنا هذا الكلام من زمان أو كتبنا عنه وانتقدناه إنه مخالف حتى لقانون مصر، خالف الاتفاقية الدولية لحقوق المرأة، لأن مصر كانت بتزوج الفتاة في سن 16 سنة. وقانون الطفل في مصر يقول يعد طفلا كل من لم يبلغ من العمر 18 سنة. يبقى معنى كده إن مصر تقوم بتزويج الأطفال. والاتفاقية بتقول بتحصل زواج الطفل أو خطوبته. يبقى أنت عاملة اتفاقية ماضية عليها، اتفاقية دولية بتقول إن يحصل زواج الطفل أو خطوبته ويقع باطل الزواج أو الخطوبة. وإن مصر عند القانون بيسمح بالزواج في سن 16 سنة. في مؤتمر من حوالي 10 سنة كشفت هذا التناقض، كان حاضر ممثلين وزارة العدل راحوا على طول عملوا تعديل للقانون وخدوا سن الزواج 18 سنة. قالوا قال لي واحد مش عارف زي العدل، قال لي فكرة احنا ما كناش متنبهين لها. انت قانونك بيقول ان الطفل ما لم يبلغ 18، يبقى اللي عنده 16 طفل ولا لا؟ انت مزوج البنت في 16 سنة، يبقى انت مخالف اتفاقية انت مصدق عليها في المجتمع الدولي وماضي عليها ومصر اصدرتها ووافقت عليها واصبحت قانون، وهي بتقول لا يجوز زواج الطفل. انت نفسك قانونك بيقول ان ده طفل، مش هما اللي بيقولوا، انت اللي عامل قانونك كده بيقول ان اللي قبل 18 سنه يبقى طفل. طب انت بتزود الطفل ده، يبقى انت مخالف للاتفاقيه الدوليه. راحوا على طول عدلوا سنه 2008 القانون 126 سنه 2008 عدلوا المساواه بين الذكر والانثى فيما يتعلق بها. طبعا الاتفاقيات الدوليه جميله جدا، لكنها تحتاج الى تدريب القضاة ورجال انفاذ القانون وكل من يغوص بحقوق الانسان ويطبق القانون، يجب تدريبهم. بيتعمل تدريبات كثيره جدا للمحامين ولرجال الشرطه والقضاة على هذه الاتفاقيات الدوليه، لان الاتفاقيات الدوليه الحقيقه مساله تتعلق بحقوق الانسان عموما وبالذات حقوق المرأة. المرأة كانت أقل حظاً منذ نشأة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان، ودي مسألة حقيقة عندنا يمكن الكلام في حقوق المرأة أنا قلت لكم بيثير بعض الحساسية لحداثة هذا الموضوع ولوجود بعض الموروثات الثقافية في المجتمع التي تنكر إنسانية المرأة، أو ما حدش يقدر ينكر إنسانية المرأة، لكن تنكر فكرة مساواة الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحقوق. وده نابع من ايه؟ نابع من الثقافة المجتمعية، بس الثقافة المجتمعية جاية من سوء فهم لبعض أحكام الشريعة الإسلامية، ولسوء تفسير بعض الأحاديث وبعض الروايات. أنا قريت مكان كده في الكلام، واحد شيخ بيتكلم عن حديث النساء ناقصات عقل ودين، مش عارف قرأتوها ولا لا، من كام يوم، قال لي كانت صدرت من الرسول على سبيل الدعابة، كانت دعابة من الرسول عليه الصلاة والسلام. كان روى قصة كده طويلة وقال لهن إن كنا لا نستطيع أن يعني يجاربن إنسان وكذا، فواحدة قالت له لماذا يا رسول الله؟ لا لا كنا ناقصات عقل، كان بيعمل دعابة مع النساء، ودي منشورة من حوالي 2 أو 3 كده، فلقيت تفسير جميل جدا. البعض يقول لك إيه؟ ناقصات عقل ودين؟ يبقى إذا كيف تساوي بينها وبين الرجل؟ الراجل اللي ناقص عقله ولا دين ناقص ورسول ما قالش عليه الكلام؟ يبقى إزاي تديها كل الحقوق وتساويها بالرجل؟ سوء فهم أيضا لبعض الأحكام التي وردت فيها الشريعة الإسلامية وكان لها سياق تاريخي معين في بعض الأحكام، يعني مثلا تعدد الزوجات. أنا ما فكرت في تعدد الزوجات وجدت أنه ورد في سياق تاريخي معين. ليه؟ قبل الإسلام ما كانش في أي حد يتزوج، الرجل يتزوج ممن شاء جميعا، زي ما فيش أي حد أصلا. هل تتخيل لما يجي دين جديد زي الإسلام يروح قايل لهم على طول لا واحدة بس حد يحب حساب هذا الدين؟ ده أنت نازل في مجتمع الناس دي تتزوج بالعشرة والعشرين، تروح أنت كامل وتقول لي أصل الزواج بس فواحدة؟ فراح تضرب فكرة التضرب في التشريع. وفي سياق تاريخي معين قال لهم مثلا وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، يبقى قصد التعدد ولا هو لا ولا الوحدانية في الزواج. قريت سمعت الشيخ طابور مرة في التلفزيون
ده راجل شيخ وعالم في الدين. فلما الشيخ بيسأله كل يا فضيلة الشيخ الأصل في الزواج التعدد أو الوحدة؟ قال له التعدد. فالمشيخ زهد قال له يا فضيلة الشيخ قال له القرآن الآية يقول تعالى مثنى وثلاث ما بدأش بواحد بدأ بمثنى وثلاث وربع. أنا متهيألي ما عندوش أي فكرة عن معاني الكلمات ولا تفسير الكلمات. احنا بنقول في قواعد التفسير الاصل يحتاج الى نص. اللي يحتاج الى نص ايه؟ الاستثناء. الاصل انت مش عايز تبص على الاصل. الاصل ان الزواج واحده مش ربنا ما يعرفش انكحوا لكم ما خاب لكم من نساء واحده ومسنى. لا الواحده هو الاصل. الاصل يحتاج الى نص. اللي يحتاج الى نص هو الاستثناء. لما تكون عاوز تجيز المسنى والثلاث والرباع يبقى تقول ايه؟ تنص عليه. لكن ما تقولش واحد الا الواحد. ولذلك جاء في الايه وقال ايه؟ فان خفتم الا تعدلوا ارجعوا الاصل. لو خفت الا تعدلوا. تقديم المستثنى على الاستثناء على المستثنى. بالظبط تقديم الاستثناء على المستثنى، لكن لو خفت عدم الاعداد اللي يعمل مثنى وثلاثه ورباع اللي يقدر يعدل. ولذلك ربنا وصله انت خلاص هو وصلت لك، لكن لو خفتم الا تعدلوا يبقى نرجع للاصل ده واحده. فبعض الناس بيشير تفسير بعض الايات ويفسرها الحقيقه تفسير يدعو الى كثير من زي الطلاق. لو مره يسال الطلاق الشفوي وتوثيق الطلاق، انا مؤمن جدا اول مره مؤمن بان الرئيس بيقول حاجه يعني ايه صحيحه 100%. طبعا الرئيس بيقول كلام حلو كتير مفيش كلام، لكن في دي بقى انا لو موجود كنت قلت وسقفت له جدا. ليه؟ هو الطلاق ده امر يتعلق بالعقيده او بالعباده؟ لا، لا يتعلق، دي احكام عمليه بين الناس، تنظيم حياه الناس، وتنظيم حياه الناس بيكون له احكام متغيره بحسب الزمان والمكان. اثنين، بالنسبه للطلاق هل الاصل فيه الاباحه او الحظر؟ الاول حل عند الله الطلاق. يعني الاصل فيه ايه؟ الحظر. الزواج الاصل فيه الاباحه، الطلاق الاصل فيه الحظر. واذا كان الامر محظورا فيجب على ولي الامر ان يضع عليه من القيود ما يقيده في نطاق معين باعتباره امرا محظورا من الاصل، اصل الحظر، وذلك افضل الحلال الى الله الطلاق. فهو محظور اصلا. وبعدين تيجي انت بعد كده لما بس الرئيس قال لهم وثقوا الطلاق. وثقوا يا جماعه عشان تبقى الست عارفه مطلقه ولا مش مطلقه. ده لسه كنت بشوف فيلم من يومين ثلاثه كده من ليل مش عارف اسمه جوزر ولا اسمه ايه كده. فلقيته بيقول لها انت طالق 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 ثلاث مرات. وبعد فتره راحت تقول له قال لها ادخلي جوه. قالت له انتوا جوه ايه؟ ما شاء الله عطيني. قال لها لا ما حصلش. مش عارف كان اسمه فيلم زازا ولا كان في مين؟ مش فاكر. ها؟ والله ما انا فاكر. يعني المهم يعني. فقال لها لا مين قال لك الكلام ده؟ روحي ادخلي جوه انت بطلنا. فقلت لا هو ده بقى طبق الشيخ اللي بنقول عليه. طلعها بالسلامة مرة وبعدين لما غير رأي قال لها لا ما تموتش هذا الكلام. فهو دي خطيرة جدا. المرأة لا تعلم إن كانت مطلقة أو ليست مطلقة، متوقف على إرادة مين؟ إرادة الرجل. مثلا الرئيس قال لهم حاجة واحدة بس، قال له يا فضيلة الإمام أنت قعدتني معاك ما تشوفوا لنا توثيق الطلاق. يقول لك أصل أجمع علماء الأمة منذ الإسلام إلى يوم الناس هذا أن الطلاق الشفوي يقع صحيحا. هو الرئيس قال ما يقعش صحيح؟ يقع صحيحا بس يقع صحيح. فأنا جيت مستفى قوي يعني مثلا وثقت بس ده أنا رأيك أنا رأيك طبعا كده يجوز لولي الأمر لو رفض توثيق الطلاق. هي المشكلة في إن هو ممكن يقول لفظ شفوي. لا أنا كمان قلت لو رأيك طبعا كده ما توثقش. لكن هو ممكن يقول لك ان هو ما وصفتوش فبالتالي انا ما وصفتكيش. ما انا خلاص انا هو رايك انا رايك من كده على فكره. هو رايك من كده على فكره. ما حصلش يجب ان يكون الطلاق للرجل والمراه باذن القاضي. باذن القاضي الرجل والمراه والدول الاسلاميه عامله كده على فكره. مش احنا اللي هنعمل كده على عملنا كده. ضغطا لهذا الامر باعتباره محظورا بحسب الاصل انه يبقى الطلاق باذن القاضي اكبر وسيله لتجعل القرار افضل الحلال للمرأة. فالطلاق يكون لعلم. النهارده الطلاق بالنسبه للناس في الدول الاسلاميه كثيره جدا هي مساله نزاع. هو عايز يطلق خلاص عايز يطلق. وذلك لما مصر احتفظت
على المادة 16 من قانون من اتفاقية السلام المتعلقة بحقوق المرأة والأحوال الشخصية، قالت لأنه الإسلام أعطى المرأة حقوق وألزم الرجل بالإنفاق عليها، ولذلك جعل حقها في الطلاق مقيد، بينما لم يضع هذه الدولة والمرأة. الحكومة المصرية لما كانت تتحفظ على المادة 16 قالت كده، يعني هو عشان هو بينفق عليها وإن هي مالها لا تنفق من مالها، السبب هو خلى الراجل له حق الطلاق مطلق والمرأة حقها في الطلاق لا يكون إلا بإذن القاضي. يعني سبب الطلاق بإذن القاضي هو أن الرجل ينفق على المرأة. طب لو فرضنا العكس، كانت المرأة هي التي تنفق على الرجل، يبقى الطلاق يرجع لها هي، يبقى هي الطلاق بحقها. يعني تحافظ على الحقوق المصرية أو تحافظ عليها غير منطقي على الإطلاق، ولا حتى العالم لما يسمعه الأجانب لما يسمعوه يستغربوا النساء الدولة تبرر تحفظه على نص معين من النصوص الفقهية ويقرر المساواة بين الرجل، شفنا إن حتى المشرع المصري هو مش كان متضرر جدا من إن المرأة لا تستطيع أن تتطلق إلا بإذن القاضي كده، ولا مش كان المشرع المصري حاسس إن ده في صورة المرأة دي إيه؟ ها؟ أه برافو عليك، دي اللي عمل لها فرق من الأوقات الخلع، الخلع ده إسلام ولا مش إسلام؟ والخلع معناه ان المراه تستطيع ان تنهي العلاقه، هو انهاء العلاقه الزوجيه، مش هروح اطلع الراجل هتنهي العلاقه، يبقى انهاء العلاقه الزوجيه كان بيد الرجل وحده، وعشنا على كده سنين طويله لغايه سنه 2000، ولما المشرع حس والمجتمع حس ان المراه مظلومه، ان المراه تريد حل من الافلام بجد كلها، المشرع حس ان في ظلم للمراه، فقال نعمل لها نظام موازي لنظام الرجل، بس ظلمها برضه عشان تخلع لازم تتنازل عن جميع حقوقها الشرعيه جميع حقوقها المعطر لا الا فيما يتعلق بالاولاد، بس ما فيش تنازل فيها في كل بلد، ولا ما مش علاقه بالخل ولا تتنازل عن الحضاره ولا حاجه، لكن تتنازل عن جميع حقوقها الماليه الشرعيه. يبقى المشكله مش حاسه يا جماعه بعد فتره طويله صحيح ان المراه كانت مظلومه لما هي مجزمه بعلاقه زوجيه لا تستطيع ان تتحلل منها ابدا، والراجل اذا ما كانش عاوزها في نفس اليوم يقول لها تنطلق واحده، مش ده ظلم ولا مظلوم؟ الكفايه ما قالتش غير ان يساوي بين الاثنين فيما يتعلق بانهاء العلاقه الزوجيه. الرجل كما يستطيع ان ينهي العلاقه، المراه تستطيع ان تنهي العلاقه الزوجيه، ودي مساله تتعلق بالمنطق السليم، وانا مش شايف ان فيها مخالفه للعقيده ولا مخالفه للعبادات. الشريعه الاسلاميه غير الفقه الاسلامي، دي مجرد اجتهادات فقهيه. والفقهاء نفسهم قالوا ايه؟ لا يمكن تغير الاحكام بتبدل الزمان. يعني اذا الزمان تغير واحوال الناس تغيرت والايمان ضعف لديهم على وليهم امر ان يتدخل لكي يعيد التوازن في العلاقات الاجتماعيه بين الافراد. ما تجيش النهارده الناس زمانها خير وما بقاش حد بيحترم التزاماته ولا حقوقه والمشرع يقف يتفرج على الناس كده عشان يقول لك اصل في رأي الفقه الإسلامي يقول كذا، لا، ولي الأمر له أن يقوم بعمل تنظيم يعيد التوازن في العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، ولذلك إحنا بنقول مصر عملت خطوات كثيرة فيما يتعلق بحقوق المرأة وفيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات الدولية، مصر الحقيقة يعني أذكر يمكن وقفت عند موقف المشرع المصري في الاتفاقيات الدولية منذ ميثاق الأمم المتحدة، مصر حضر دائما في الاتفاقيات وسريعة التوقيع والتصديق على هم طبعا ما تفرقش مش كده، وقع وصدق طبعا مجهزين فيها على كل بقى مجهزين على كل حاجه، وقع وقع وتصديق ماشي، اقرت الاتفاقيات وعملت تحفظات على بعض الاتفاقيات والنساء. هقول لك على شويه عن التحفظات، لكن عايز اقول موضوع التحفظ ده موضوع منطقي في ظل الاليه او الاطار القانوني والدستوري المصري. ليه؟ مصر قالت انه تتحفظ على الاتفاقيات بعدم تعرضها مع احكام الشريعه الاسلاميه. وتتحفظ بقول لك منطقي ليه؟ لانه عندنا مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع. فاذا كان القانون الصادر عن البرلمان عن السلطه التشريعيه في مصر لا يستطيع ان يخالف مبادئ الشريعه الاسلاميه اللي هي المصدر الرئيسي بتاعه، فمن باب اولى الاتفاقيه الدوليه إذا صارت قانونا وطنيا لا يجوز أن تخالف أحكام الشريعة. فلما مصر تتحفظ على الاتفاقيات الدولية، لما لا يتعارض مع أحكام الشريعة؟ لا علم مصر
ما هو مشروع يعمل اتفاقيه متعارضه مع احكام الشريعه. بس السؤال ما هي الاحكام في الاتفاقيه المتعارضه؟ في تعارض ولا لا مع الشريعه الاسلاميه؟ وما هي الشريعه الاسلاميه؟ وما الفرق بين الشريعه الاسلاميه والفقه الاسلامي؟ هل لو في اتفاقيه فيها نص يتعارض مع رايي في المذهب الحنفي او المذهب الشافعي او المذهب الحنبلي او المذهب مالك الى غيره، يبقى الاتفاقيه دي مخالفه للشريعه؟ لا، مخالفه للشريعه الاسلاميه. الدستور قال مبادئ الشريعه الاسلاميه. مبادئ المبادئ العامه، مبادئ العامه المساواه، المبادئ العامه المتعلقه بالامان في التعاملات، المبادئ العامه المتعلقه بالعلاقات الانسانيه، كل دي مبادئ عامه. لكن التفصيلات الفقهيه دي اجتهادات، دي اراء بشريه. وانا هقول لك بعد كده الاسلام قال كده على فكره، قال في شرع وفي فقه، الشرع جزء خروج عليه، مفيش كلام، لكن الفقه طبعا دي اراء بشريه، اجتهادات بشريه. لو الفقهاء اللي قالوا الاراء دي بتتواجد النهارده فغيروا معظم الاراء. وحصل الامام الشافعي لما جه من العراق الى مصر غير مذهبه كله. ليه؟ لانه عادات اهل العراق غير عادات اهل مصر. فقال لك لو جبت ارائي في العراق وطبقتها على مصر ظلمت المصريين، وبالتالي غير مذهبه كليا. الامام مالك اعتبر عمل اهل المدينه مصدر من مصادر مذهبه. عمل اهل المدينه الناس اللي هو بيتكلم عندهم اللي هو بيعملهم اراء عن اعمالهم وعقولهم مصدر من مصادر. يعني عمل كده الاسلام ده يمكن ان الاحكام العمليه الفقهيه احكام المعاملات تتغير بتغير الزمان وبتطور الزمان. كل المجتمع ما يتطور عايز والفقه الاسلامي يا جماعه في حكم للموبايل، في حكم استخدام الموبايل. لو جه واحد شيخ النهارده او واحد سال الشيخ وقال له ايه رايك في استخدام الموبايل حلال ولا حرام؟ يروح يدور في كتب الفقه مش هيلاقي ولا حاجه في كتب الفقه. الموبايل ما كانش لسه طالع وهم ما اتصدوش ليه ولا اتكلموا فيه، هو يفتي ولا ما يفتيش؟ الشيخ يقول له رايه ولا ما يقولش؟ له رايه ولا ما يفتيش؟ لا مش هيقول له هو يدور الفقه يعني مش هيقول. بس لازم يحب يجيب على السؤال ولا ما يجاوبش؟ طيب يجاوب وفقا لايه؟ لرأي خاص. لا مش رأي خاص، وفقا للاحكام العامه والشريعه الاسلاميه، وفقا لمبدا المصالح المرسله اللي هي لم يلد حب، وفقا للروح العامه للشريعه الاسلاميه. هل هذا يتعارض مع الروح العامه للشريعه الاسلاميه ام لا؟ يبقى هيلغي حكم فقهي. هذا الحكم الفقهي لا يلزم احدا انما بيحل مشكله فرديه لوحده معين. قال له اه والله الموبايل حلال بدل ما بيضرش بالناس، بدل ما بيستعملوش في الشر، بدل لا ينهيك عن ذكر الله وعن الصلاه، بدل ما بيضرش الناس بيه، بدل ما بيستعملوش في الفساد في الارض. قال لا ما فيش مشكله. يبقى ده حكم فقه ولا لا؟ معناه ان لو الموبايل ده استعمل لاغراء غرض غير مشروع يجي واحد تاني يقول له لا حرام الموبايل حرام. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال مش كل واحد سال سؤال والاجابه على القدر هذا اسم. طبعا اقول لك انا قلت لك المره اللي فاتت هل هذا التحفظ اذا تحفظ مقبول؟ واحنا بنتكلم عليه بس عندما يوجد تعارض حقيقي بين نص الاتفاقيه وبين احكام الشريعه الاسلاميه او المبادئ العامه للشريعه الاسلاميه. ماشي تمام، لازم في الحاله دي نقول ان مصر متحفظه. واحنا هنشوف تحفظات الحكومه المصريه على النصوص والاتفاقيه هو المراه كلها. عندك من اول بقى مساق الامم المتحده ومساق قلت لك الاعلان العالمي كل النصوص بقى أول مساق الأمم تؤمن وتؤكد على مساواة بين الرجال والنساء وعلى مال النساء والرجال من حقوق متساوية. أي الإعلام العالمي هو الإنسان الحق في المساواة والحرية والكرامة دون تمييز من أي نوع لا سيما بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو أي وضع آخر. مساواة كل المؤسسات الدولية لكل إنسان، حق الرجل والمرأة متى أدرك سن البلوغ في الزواج ومدى السكوت، الحق في المستوى كلها، العهد الدولي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. العهد الدولي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه سنه 6 مصر سطرها عليهم وصدر قانون دي كل شيء واصبح نافذ عندنا من ابريل 82. اه اتكلم عن المساواه، حقوق كثيره جايه فيه اهمها المساواه بين الرجل والمراه. العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه تتعلق بالحقوق المدنيه والاهليه والقانونيه للمراه والحقوق السياسيه للمراه الى ما الى ذلك. كل هذه الورقه اتفاقيه القضاء على اتفاقيه القضاء على كافه اشكال التمييز ضد المراه اللي بيسموها اتفاقيه السجاب
مش داوي يعني ده في الحروف الاولى جت الاسم الانجليزي للاتفاقيه كونفنشن اليمينيشن تاخد كل الحروف كل حرف يدل على الجامعة مصطلح مصطلح زي الناس اللي احنا بنكتبه بالعربي حتى السيداو اتفاقية السيداو مشهورة جدا وهي اتفاقية ازالة الاشكال التمييز ضد صدر سنة 79 ومصر صدقت عليها في سنة 81 واحتفظت على بعض النصوص. مصر احتفظت على أربع نصوص في هذه الاتفاقية اللي احنا بنتكلم عنها بالتفصيل اللي هو التحفظ والحرمة. المادة 9 فقرة 2 مادة 9 فقرة 1 يا جماعة بتقول إيه؟ المرأة والرجل لهم الحق في الجنسين. الاثنين زي بعض. المرأة زي بعض. وعندما تتزوج المرأة بأجنبي لا يجوز أن يكون لزواجها من أجنبي أثر على الجنسين. عايزة تفضل أجنبية تفضل أجنبية. واحدة أجنبية تزوجت مصر تفضل أجنبية حر. قانون مصر بيقول كده. والاتفاقية بتقول كده. ولا تجبر على تغيير جنسيتها والدخول في جنسية الزوج، لكن من حقها ان تختار تدخل في جنسية الزوج حسب قضيتها، ده معروف عندنا في القوانين العالم كله. المرأة الأجنبية يا إما تاخد جنسية زوجها يا إما تظل الفقرة الأولى. الفقرة الثانية بقى اللي مصر كانت متحفظة عليها بتقول حق الرجل والمرأة في منح الجنسية لأبنائهما. يعني الأم المصرية اللي تتزوج أجنبي ولادها ياخدوا الجنسيه المصريه من ابوهم. ابوهم اجنبي فمش هيديهم الجنسيه المصريه. يبقى مين اللي بيديهم الجنسيه المصريه؟ قال لهم كان عندنا قانون الجنسيه في مصر سنه خمسه من يوم ما صدر قانون الجنسيه درستوه اكيد في الجنسيه لغايه القانون 26 سنه 75 كان يقول يكون مصريا من ولد الاب مصر. بس يا اخوانا والام المصريه ما تعدوا هيقول لك اتفاقيه سنه 79 وكان قانوننا مخالف لغايه سنه 2004 حصل تعديل والدستور حتى جه زود وقال لي بقى. فجه قال لك ايه؟ مصر قالت لا. مصر قالت لا. احنا متحفظين على الماده 9 فقره 2. ليه يا مصر؟ لانه ما يصحش الطفل ياخد جنسيتي وجنسيه ابوه اولاده. وان الام المصريه لما تتزوج باجنبي فهذه موافقه منها على ان ينتسب اولادها الى جنسيه الاب. وهي مش هتزوج ينتسب الام المصريه لما تتجوز اجنبي توافق كلام انا هقوله بعد كده ايه كلام يعني ما ينفعش حد يقوله كمان يعني المالوف ان المراه المصريه عندما تتزوج اجنبي انها توافق على ان اولادها مش هتتجوز. طب شوف اي ام كده كان هيبيع تساله انت موافق عشان تقول لو كنت عارفه ان اولادي مش هياخدوا الجنسيه المصريه ما كنتش اتجوزت الاجنبي وقتها. ويجي لكم شارع مصر سنه 79 لما جه صدر عن الاتفاقيه يقول لك اصل الافضل لهم أن يحصل على جنسية أبيه اتقاء للإضرار المستقبلي عشان ما يبقاش عنده جنسيتين الواد يتبهدل بقى ويبقى عنده جنسيتين ومشاكل وبتاع حتى أبسط واحد كان المفروض يقول المشرع المصري. طب ما هو الأب المصري لما بيتزوج بأم أجنبية الواد عنده جنسيتين جنسية أبوه الأصل المصري بيكتسبها بحق الدم زي ما أنتم عارفين وبياخد الدولة تركه بتديله الجنسية تاخد حق الدم ده بتساوي بين الأب والأم. طب أنت مش خايف على أبو مصر في الإضرار المستقبلي وخايف على أبو المصري لما ياخد جنسيتين يبقى الإضرار المستقبلي؟ ما هو الإضرار واحد يا تساوي بين الاثنين يا ما تجيش تقول واحد لا أنا خايف على مستقبله فمش هنوافق. فضلت مصر متحفظة يا جماعة على هذه الفقرة الاثنين لغاية سنة 2004. الفترة دي احنا عملنا ندوات ومؤتمرات ورحت القاهرة وسافرت وكان كله بيطالب بحاجة واحدة أولاد المصرية ياخدوا الجنسية المصرية. المستوى في الدستور المواطنين على القانون سواء في الحقوق والحريات والواجبات. طب ما ده حق الجنسية ده حق من حقوق الإنسان أهم حق من حقوق الإنسان إنه ينتمي إلى وطنه. وكانت الأمهات المصريات يعانين أشد المعاناة. الأم المصرية أولادها يجوا مصر يواجهوا كان يقول يدخلوا الجامعه من كنت وكيل كليه هنا ست سنين يجي الاولاد المصريه تجي ستات مصريات امهات اولادها عايزين يدفعوهم بالعملات الاجنبيه وهم في مصر. وبعدين المصيبه لما تكون الست دي اتطلقت ورجعت مصر لاولادها يكونوا غرباء في بلدهم. يبقى غريب في بلد يروح ايه عايز تصحيح القوم عشان يفيد في مصر كل اللي مش عارف قد يروح يهدد تصحيح القوم عاوز لو دخل الجامعه او بتاع يدفع بالسوق بالعمله الاجنبيه وهو الام مطلقه وما عادش عندها دخل غالبيه ما عندهمش دخل مشاكل عائليه بقى
عايز يشتغل لازم يشتغل تحت فئه اهل الاجانب يجيب تصريح من القوى العامه ونسبه معينه ومنتشره. في الام تعيش ولادها اجانب وكانت امهات كسرات جدا بيعانوا من هذا الامر. الحياه عملنا كتير وقريبنا كتير والناس كتبت كل حياه اساس القانون الدولي الخاص بلا استثناء كانوا بيقولوا ده ظالم للامه المصريه. طلعنا هنا مش هدف. صحيح سنه 2004 كان الرئيس مبارك يقول دائما لما حد يكلمه يقول له اهدوه كل الامتيازات بس ليه الجنسيه؟ ليه يا عم الجنسيه؟ ايه المشكله؟ ابن المصريه ما يبقاش مصري ليه؟ لما جيت بعد عدد سنه 2004 قال اكون مصريا من ولد لاب مصري او لام مصريه. حدثت المساواه الكبيره بين المراه اكتسبت حق هي فضلت الماضي من اجل وتسعيد كل جمعيات المراه الى ان وصلت الى هذا الحق. اكثر تعويضا للمراه المصريه عما عانته في هذا المجال من دستور 2014. الماده 6 من الدستور قالت ايه بقى؟ ماده 6 من الدستورات قالت الجنسيه حق. حق الدستور بقى خلاص ماده 6 لمن يولد لاب مصري او لام مصريه. ميزه مصر ايه؟ ماده 6 من الدستور. لا مش المفروض المشرع البرلمان ما يقدرش يسلم الام المصريه لها هذا الحق الا بتعديل الدستور. لما كان في القانون 154 سنه 2004 كان ممكن البرلمان يجي النهارده يقول لك ايه لا مش عايزين ولاد المصريه مش عايزين نشجع زواج المصريه بالاجنبي ولا مش عايزين الجنسيه خالص. يروح يدخل معدل النص القانون 154 تاني ويعدل الماده 2 من قانون الجنسيه ويقول لك لا نرجع زمان. لما جه الدستور ما ينفعش لازم تعدل الدستور عشان تمسحب حق الجنسيه من ابناء الام المصريه في هذا الحق. حتى بعد القانون ما تعدل والدستور جه وزاره الداخليه مضيقه جدا على الولايات المصريه. تقعد تفسر يقول لك اصل احنا اللي هم اللي اتولدوا قبل القانون واللي اتولدوا بعد القانون. اللي اتولدوا بعد القانون بيقدموا طلبات زي اللي اتولدوا قبل القانون، مع ان القانون قال ايه؟ اللي اتولدوا بعد القانون يكتسب الجنسيه بحق الدم دون حاجه لاي اكراه زي الاب. والواحد اتولد اب مصر يروح يقدم طلب عشان يخرج مصر؟ لا، اتولد يروح يسجله في السجلات جه عند الولاد المصريه اب وقال ده لازم تقدموا الطلبات. يا عم مش محتاج طلب، تبقى زي الاب بالظبط. فضلت وزاره الداخليه تلاقي الامهات المصريات يقول لك برضه لازم نقدموا الطلب سواء ولد بعد القانون او قبل القانون، مع ان القانون جه وقال كل من ولد بعد القانون يكون مصريا ما دام امه مصريه ايا كان الاب، ولو كان الاب حتى غير معلوم ما دام ابنه مصريه ياخد الجنسيه المصريه اللي هي حق الدم الجنسيه الاصيله او الجنسيه الاصليه. وزاره الداخليه طبعا رفض دعاوى ومن اخر القضاء طبعا انصف الامهات المصريه. هل التحفظ لم يعد له قيمه؟ وعارفين مصر لغايه النهارده لسه ما سحبتش التحفظ. ما هي الاتفاقيه 66 بتقول ان يجوز لكل دوله ان تتقدم بطلب الى الامين العام للامم المتحده لسحب التحفظ على نص سبق عن تحفظ عليه. ما التحفظ ما عندوش قيمه خلاص، انت عملت نص قانون لا التحفظ، يعني التحفظ ما اصبحوش قيمه، انت ما بتعترفش بالتحفظ. المفروض كان مصر تتقدم الى الامين العام للامم المتحده بطلب سحب التحفظ وتبقى ازاله عقبه من طريق الامه المصريه. يعني الامر الثاني او التحفظ الثاني عن ماده 16 دي بقى اللي هي بصراحه فيها يعني هتكلم فيها كتير عن كده. ماده 16 بتساوي بين الرجل والمراه في كل ما يتعلق بالاحوال الشخصيه. كل حاجه في الاحوال الشخصيه المراه زي الرجل. لا الحق في عقد الزواج مثلها مثل الرجل. يعني تزوج نفسها بنفسها. قالوا لا الزواج لا زواج الا بولي وشاهدين. بس احنا لما ندور مذهب الحنفيه لقينا الاحلال يجوز للمراه ان تزوج نفسها بنفسها وان تكون وكيله عن غيره في الزواج. يعني ممكن واحد يوكل واحده عشان تبقى وكيله عنه في الزواج وهي تقدر تزوج نفسها تقدر تزوج نفسها بنفسها. ده في الاحلال اللي احنا الزواج عندنا ماشي على مذهب ايه؟ ابي حنيفه النعمان. مش الموضوع المقصود يقول لك كده وعلى مذهب ابو حنيفه النعمان. ابو حنيفه النعمان قال لهم ان يجوز للمراه ان تزوج نفسها بنفسها. اتفاقيه قالت كده في البند واحد من ماده 16 قام ازاي؟ الاتفاقيه دي هتهد المجتمع المصري
والعادات والتقاليد المصرية، يعني جمهور الفقهاء أنه لا زواج إلا بوليد وشهيد. لا زواج يا أخوانا، يا أخوانا افهموا بس الحديث، لا زواج إلا بوليد أي برضاء الوليد. النار مش لا زواج إلا بوليد، يعني هو اللي لازم يزوج الفتاة وإذا ما زوجهاش فالصواب لا، لا زواج إلا بوليد يعني برضاء الوليد بموافقة الوليد. لكن مش معناها ان هو اللي لازم يزوجها، هي ممكن تتزوج نفسها، وده بياخد وقت طبعا. مسألة موجودة المادة 16 بتتكلم كل مستوى عند لحظة. دكتور هو رضا الوليد سبب في عدم الزواج؟ طبعا لا، هي المرأة لازم تزوج نفسها بنفسها بدون رضا الوليد. طبعا هقول لك وقتها ورغم ان ده من حقها اتفاقية السجارة وفي الشريعة الإسلامية أيضا، إلا أننا لا نصف الفتيات لأن تتزوج رغما عن أنف أسرتها، دي حاجة عمرنا ما هنقول بيها في مصر ولا حتى هنوصي بيها ولا مرة. وانت قلت لهم يا اخوانا اه انت تعمل حقها ان تزوج نفسها بنفسها، لكن الاولى ان يكون ذلك برضاء الولي. المطلوب الرضا مش المطلوب ان هو اللي يزوج، دي هنتكلم فيها 10 سنين وبعد. قال لك ايه بقى؟ قال لك المساواه بين الرجل والمراه في كافه الامور المتعلقه بالزواج وعلاقات الاسره اثناء الزواج وعند الاسره. يعني كل الحقوق اثناء الزواج منذ الانفراد وعند فسخ الزواج يبقوا زي بعض. يعني الطلاق يكون بين المرأة، أنا قلت لا احنا مش عايزين في مصر، احنا عايزين الطلاق يكون بأمر القاضي بالنسبة للزوج. بالنسبة للرجل الاتفاقية عايزة ايه؟ عايزة انه يبقى الطلاق للرجل والمرأة. الحقيقة الاتفاقية بتتكلم عن كده، يعني هل تستطيع أن تطلق الرجل وهو يستطيع أن يطلق المرأة، يبقوا متساويين في المسألة دي. أنا في رأيي الإسلام فيه نظام المرأة تستطيع أن تحتفظ لنفسها في عقد الزواج بالحق في تطبيق زوجها، صواب. يعني انا ما حاسسش ان شوف الاتفاقيه دي مخالفه قوي قوي للفقه الاسلامي، ليه؟ لان المراه مش يقول لك العصمه في اليد؟ مش بتسمع الكلام ده؟ اه يعني يجوز للمراه عند انعقاد الزواج ان تضع شرط في الزواج ان يكون لها حق تطبيق زوجها. شروط اتفاقيه بعد شروط اتفاقيه بينهم وبعض ان هو يكون لها الحق، وساعتها يقول العصمه لزوجها. هي مش بتطلقه هو، هي تطلق نفسها، هي تطلق نفسها لنفسها، يعني ما يبقاش الطلاق متوقف على إرادة الزوجية، يبقى كأنها في هذه الحالة بتنهي العلاقة الزوجية بإرادتها المنفردة، هذا موجود في الفقه الإسلامي، لكن يوم الاتفاقية وصلت قالوا لها لا ده احنا هيبقى الأسرة المصرية وعايزين الست تطلع زي الراجل، لا موجود عندنا. ولما جيت عمل الخلع في سنة 2000 يعني بعد الاتفاقية بحوالي 20 سنة بقت المرأة تستطيع أن تنهي العلاقة الزوجية بإرادتها المنفردة. يعني أنا أسأل لكم يا جماعة، يعني خلي بالك تطور المجتمع يؤدي إلى تغير الأحكام التي تتعلق بالعقيدة، محدش هيقول والله فيما يتعلق بالعقائد والعبادات إحنا هنغير، أي واحد يقول والله الصيام بقى دلوقتي صعب على الناس حقيقة الصيام، ودلوقتي مرة قلت كده في مناقشة واحد في فرنسا السنة اللي فاتت، مناقشة سنة واحد مصري في فرنسا، قلت له في عقائد وعبادات ما فيهاش تغيير، مثلا محدش هيقول لنا الصيام مش ممكن عشان تتكلم ده ممكن في الفقه الاسلامي. اه والله كل باب العلوم هو كان عامل في الفقه البلاد الاسلامي، وكنت انا عضو في اللجنه من اربعه وثلاثه فرنسيين وانا كنت عضو مصري، فبقول له يا اخي ده هو طبعا في احكام اسمها عبادات، لا يعني مثلا ما حدش هيقول لنا ان في رمضان الناس تاكل عشان الدنيا حر، قال لي لا ده ممكن يا دكتور كده في الاول علم امام الله. اه كده على طول قلت لك ان الاحكام لا من عمليه، الاحكام المعاملات بين الناس هذه يمكن ان تتغير في هو كان بيتكلم بقى عن ضرب الزوج لزوجته وترجمه بالفرنساوي وان هو يمددها وان يضربها وحط شروط الضرب والكلام ده كله. طبعا بالنسبه للفرنسويين انه حط في السلب الاطلاق ان الراجل يضرب زوجته دي مساله من بره بعيده جدا، مع ان انا هقول لك انا ليا تفسير فيها حقيقي وقتها لما نتكلم عن حق التأمين فيما يتعلق بالضرب اللي هو النظر على ده كثيرا وناس كتير حتى بتوع الفقه الاسلامي هم بيحاولوا يلفوا حلو قوي قصة الضرب هنا المقصود به الاعراض. ضربهم في الارض او مش عارف يجيبوا كده ايات عشان يحرروا مساله الضرب، يقول لك الضرب مش معناه الضرب الضرب لا ده المقصود بالضرب هنا ان تعرض عن الضرب. اه والضرب معناه الضرب الخفيف بالنسبه ولا يزعلهم يحاولوا يحددوه، لكن بالعكس من الناحيه القانونيه انا انتهيت الى ان الضرب لا يجوز ان يكون وسيله للتأديب ما لم يستثنى القانون الجريمه في الضرب ضرب الزوج لزوجته.
المشكلة قانون مصر القانون. إذا لم يستثن القانون ضرب الزوج لزوجته من جانب البعض فهذا الضرب لا يجوز أن يكون وسيلة للتأديب في القانون. مصر هتكلم عن هذا الأمر فيه. يبقى المادة 29 تتكلم عن التحكيم ودي ما فيهاش مشكلة مع الشريعة الإسلامية مصر متحفظة عليها. أخطر تحفظ بقى على الاتفاقية المادة 2. المادة 2 من الاتفاقية بتقول كده، بتقول المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور وفي القوانين وفي كل، وإلغاء جميع النصوص اللي هي تتضمن تمييز ضد المرأة. جت الحكومة المصرية اللي تحفظت عليها قبل الآن. قالت مصر، جمهورية مصر العربية على استعداد لتنفيذ ما جاء بها بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية. لما هنراد نص المادة دي عايز واحد يقول لي إيه اللي يتعارض مع الشريعة الإسلامية في هذا؟ طبعا قبل ما ندخل في التحفظات وحكمها وتفصيلها بينا عليها الاتفاقية تنقسم إلى أربعة أجزاء. الجزء الأول يتعلق بضرورة اتخاذ الدول بالتدابير والإجراءات التي تقضي على التمييز ضد المرأة في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية إلى آخره. الجزء الثاني من الاتفاقية بيتكلم عن الحياة حق وحقوق المرأة. خلي بالك لما بقول حقوق المرأة بالمساواة مع الرجل، مش كل مرة هنكررها، بالمساواة مع الرجل، الحقوق السياسية والحقوق العامة والحق في الجنسية المرأة. الجزء الثالث يتضمن التزامات الدول للقضاء على التمييز ضد مكافحة التمييز في مجال التعليم والعمل والصحة والحالة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بما في ذلك حقوق المرأة، يعني تسيب كل التمييز في كل هذه المجالات. الجزء الرابع من الاتفاقية بيتكلم عن المساواة أمام القانون، أن المرأة تكون لها أهلية قانونية مساوية لأهلية الرجل. سن 21 سنة الرجل عنده أهلية قانونية، المرأة لازم تكون عندها أهلية قانونية. حقها في التملك، حقها في التصرف في أمواله، مساواة الرجل، تتبعها الشريعة الإسلامية متقدمة على القوانين الغربية في هذا، لأن المرأة لها ذمة مالية مستقلة في الشريعة الإسلامية، أموالها خاصة بالتلاتة، بينما في الدول الأوروبية بعد الزواج تختلف أموال الرجل بأموال المرأة، بيبقى في ذمة مالية واحدة للأسرة في الشريعة الإسلامية أبدا، المرأة تظل المرأة زوجها ملزم بالإنفاق عليها ولو كان لها مال. ده في الشريعة الإسلامية، يعني الشريعة الإسلامية بتعطي المرأة المسلمة حقوق أكثر مما تحصل عليه المرأة في الاتفاقية الدولية وفي القوانين الأوروبية. ولذلك كانت مصر قالت أنا متحفظة عليها مما لا يتعارض مع الشريعة، هما كانوا خايفين من حاجة. المساواة في الدراسة، الحاجة اللي كانت شغالة الأول إنه الأهلية القانونية يعني أهلية التملك، يعني أن تتساوى مع الرجل في مجال الدراسة. في الحقيقة ما جابتش السيرة لهذا ولم تتكلم عن أهلية قانونية مستقلة وفي المساواة أمام القانون وفي ممارسة الحقوق القانونية على وجه الخصوص في مجال العلاقات القانونية. الاتفاقية كمان عملت المادة 17 عملت حاجة اسمها لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة، ودي لجنة عملها الأمم المتحدة تتكون من 23 خبير على مستوى العالم من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال حقوق المرأة. اللجنة دي بتجتمع كل أربع سنوات وبتشوف قوانين دول العالم كلها، تشوف إيه الدول اللي سوت بين الرجل والمرأة والدول اللي ما زالت تميز بين الرجل والمرأة، وتيجي كل أربع سنوات اللجنة تجتمع توجه ملاحظات للدول التي لم تساوي بين الرجل والمرأة، تعمل لها ملاحظات، أنت عندك كذا وأنت عندك كذا. مصر كل أربع سنين بتلاقي نفس الملاحظات، هي نفس الملاحظات، وانت عندك تمييز في جرائم الزنا، وعندك تمييز في كذا، وعندك تمييز في كذا، وعندك تمييز في كذا. ساعات مصر توقع على بعض الملاحظات، والملاحظات الثانيه بيسموها اخزعنا، يعني خلاص صنعناها، شكرا لكم على هذا، واحنا عندنا ملاحظات ثانيه يقول لك احنا لسه، يعني بتبقى في ملاحظات كثيره جدا، واللجنه دي الحقيقه بتدي تقترحات وبتدي توصيات. بعض من الاتفاقيات المهمه اللي عندنا اتفاقيه حقوق الطفل، ودي برضه مصر عليها، اتكلمت عن الحقوق الانسانيه للطفل وعن حقوق الطفل باعتباره طفلا، وبرضه فيها لجنه حقوق الطفل مكونه من 10 خبراء وتدرس وتعمل ملاحظات الى اخره. اتفاقيه مناهضه التعسير والمعامله اللاانسانيه او القاسيه، صدقوني ان مصر مسيطره على هذه الاتفاقيه، وفي برضه لجنه لمعارضه التعسير على مستوى العالم مكونه من 10 خبراء وبيقدموا تقارير الى اخره، لكن في مجال التطبيق يمكن يعني شويه زي دي البعض بيقول، يعني ما عنديش علم كافي بيها، لكن بيقول ان مصر هتتكلم في هذا. لما نتكلم عن هذه الاتفاقات كلها بص عليها اقول لكم ايه في النهايه. الحقيقه المشرع المصري عنده رغبه مشرفه
مصر جربته يزال كل الأشكال في الاستثمار، لكن هناك عقبات تقف أمام المشاهد. ثقافة المجتمع. بقى بعض رجال الدين من المساواة بين الرجل، لما يسمعوا المساواة بين الرجل والمرأة دي جنة، إزاي ربنا ميز بينهم وربنا يكرم ربنا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل والي، أنت جاي تقول مساواة يعني المرأة زي الرجل في كل شيء. طبعا هم بينظروا للامور هذه النظره وبالتالي بيقولوا والمسمى عندنا المشكله في مصر ليست بين المراه والدوله ولكنها بين المراه والثقافه المجتمعيه بين المراه وبين سوء الفهم لبعض احكام الشريعه الاسلاميه هذه هي المشكله التي تعانيها المراه المصريه فعلا في المراه العربيه بصفه عامه بتعاني ليس من النصوص المشرع يريد ان يحقق المسمى ويشهد على ذلك التطور اللي حصل في مصر منذ يعني فترة طويلة والمشرع يحاول في الواقع أن يحقق المرأة المساواة الكاملة إعمالا لنص الدستور، لأن نص الدستور لا يقبل أي تمييز بين الرجل. دي نصوص عامة تتعلق بحقوق الإنسان عموما، لكن في بقى نصوص خاصة. لأنه في المجتمع الدولي عمل نصوص لحقوق الإنسان في الأول واعتقادا أنها تشمل الرجل والمرأة. مفيش فرق في المجتمع الدولي بين الرجل والمرأة. لكن على مستوى الواقع العملي ظهر من التطبيق ان هذه النصوص تم تفسيرها في بعض الدول على انها تعني الرجال دون النساء. يعني المساواه والاتفاق المتحده في العهد الدولي حول المدنيه العهد الدولي كل الاتفاقيات دي قالوا لا الاتفاقيات دي لا تعمل مساواه بين الرجل والمراه. فجت الامم المتحده عملت ايه؟ قالت طيب بسيط خدوهم على قد عقلهم نعمل لهم نصوص خاصه بالمراه. اعلانات واتفاقيات ومعاهدات تتكلم عن المرأة لان النصوص جت شامله لكن الواقع كله تمييز. الواقع في كل في دول كثيره جدا طبعا الدول الاوروبيه تقدمت تقريبا وصلت المرأة الى كل المجالات المرأة تعمل كان في وزير الدفاع في المانيا ووزير الدفاع في فرنسا المرأة تعمل في الشرطه لو انت تشوف كده في التلفزيون في الميادين في باريس تلاقي الست لابسه متجلية بالسلاح ولابسه انتي تعمل ضد الرصاص ومشرع ما شاء الله خوف 10 رجاله ودخل في كل المجالات وبقى في الجيش وخدت مهارات كبيره احنا عندنا برضه المراه في الشرطه على فكره دخلت الشرطه تروح المسافه اليوم في المطار يلاقي الجوازات الضابطات اللي قاعده في الجوازات ده لقيت كمان في اماكن كثيره جدا غير الجوازات على فكره في سيدات في الشرطه انا مشرف على عقيده الشرطه مدير إدارة الشرطة في القاهرة مش بتعمل دكتوراه معايا يعني في خارج المطار بيشتغل في حاجات كتيرة بيشتغل مع الأحداث بيشتغل في سجن النساء في الحاجات دي كلها طبعا معظمها أعمال إدارية نعم معظمها بتبقى أعمال إدارية معظمها أعمال إدارية لكن واحدة واحدة حضرتك بتقول فعملوا نصوص كثيرة جدا آليات خاصة بالمرأة وهذه الآليات كثير من الدول طبعا وقفت عليها وأنا مش هنقعد نستعرض كل هذه الآليات لكن في النظرة الدولية لحقوق المرأة تطورت. الآن النظرة الدولية أن المرأة كالرجل سواء بسواء. بصفة عامة. اهتمام عالمي. القوانين الوطنية كثيرة جدا أخذت بهذه الأمور وعندنا نوعين من الوسائط الدولية. في الإعلانات والبواسير وفي اتفاقيات. إعلانات ساعات إعلانات مبادئ. يقول عليها غير مسلم. تعمل إعلان يتعلق بحقوق المرأة لكن الملزم هو الاتفاقية، لأن الدولة تصادق على الاتفاقية لا تصادق على المرأة. من أول سنة 46 يعني من بعد نشأة الأمم المتحدة بسنة واحدة، أنشأت لجنة مركز المرأة في الأمم المتحدة. تختص بمراقبة أوضاع المرأة في كل دول العالم، وتقدم تقارير للأمم المتحدة عن وضع المرأة في دول كثيرة. بعد كده صدر الإعلان العالمي اللي هو الإنسان سنة 48 زي ما قلت لكم، واتكلم عن الرجال والنساء أنهم حقوق متساوية. صدرت اتفاقية حظر التجارب والأشخاص والمرأة، اتفاقية خاصة بالحقوق السياسية للمرأة، المرأة تمارس الحقوق السياسية، على فكرة المرأة المصرية للأمانة مارست الحقوق السياسية من دستور 56 بينما المرأة الأوروبية إلى وقت قريب كان في بعض الدول الأوروبية تمنع ممارسة المرأة الحقوق السياسية، أنا بقول في حق برضه المرأة المصرية من دستور 56 حصلت على الحق دستور 23 حرمها من حق التصوير لكن لما جه دستور 56 وفضل كان راجع فيه الرئيس جمال عبد الناصر منع المرأة الحقوق السياسية قبل أن تصدر الاتفاقيات الدولية الخاصة بمساواة المرأة. الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية سنة 52، الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة اللي قلت لكم عليها، اتفاقية الرضا بالزواج
اتفاقيه الرضا لسنه 62، اتفاقيه الرضا بالزراعه والحد الادنى لسن الزراعه وتسجيل عقود الزراعه. الزمن الدول عن طلع حد ادنى لسن الزواج يتساوى بين الرجل والمراه بشكل عام، كما الزمت الدول بان تسجل عقود الزواج في وثيقه رسميه. وده ضد الزواج العرفي، لان الزواج العرفي من اكبر الانظمه التي تهدر حقوق المراه وتضيع حقوق المراه. دي مساله فعلا غايه الخطوره بالنسبه للمراه. اعلان خاص بالقضاء على التمييز للمراه 67، اتفاقيه السجان بتتكلم عنها 79، واتفاقية السجاوي اتعمل لها حاجة اسمها البروتوكول الاختياري. البروتوكول الاختياري الدولة بتصدر عليه، إذا مصر ما صدقتش عليه حتى الآن طبعاً، ومش دول عربية غير ليبيا وتونس بس. البروتوكول الاختياري ده بيدي المواطن للدولة الحق في اللجوء إلى لجنة مكافحة التمييز للمرأة مباشرة لشكل دولته. طبعاً مصر عمرها ما صدقت على أي بروتوكول اختياري لأي اتفاقية، لأن معناها مصر بتطالع على طول على نيويورك أو على لاهاي ويشوف اللجنه المعنيه لانتهاك الحقوق ويقدم لها على طول، يقدم لها شكوى ضد الدوله المصريه وتلتزم الدوله بتنفيذ القرار الثوري من هذه اللجنه. وبالتالي مصر مش مصدقه على هذا الدور. اعلان القضاء على رفض ضد المراه سنه 93، وده نص على القضاء على كل اشكال العنف ضدهم. عندنا بقى كم من الاتفاقيات والمؤتمرات الدوليه الخاصه بالمراه، منها المؤتمر العالمي في المكسيك سنة 75، وبعدين كوبنهاجن سنة 80، ونيروبي. وفترة التسعينات الحقيقة كان فيها عدد كبير جدا من المؤتمرات، إلى أن وصلنا إلى مؤتمر بكين. ومؤتمر بكين ده بيتعمل له اجتماع كل 5 سنوات عشان يعاد النظر في التقدم الذي لاحظته المرأة على مستوى الدول، ويضع استراتيجيات معينة لتمكين المرأة بالنسبة للحقوق التي لم تحصل عليها. وعملوا بكين زائد 5، وبعدين بكين زائد 10، بكين زائد 15، بكين زائد 20، اتعمل في سنة 2015، بيراجع كل ما حصلت عليه المرأة من الحقوق والمجالات التي لا تزال المرأة فيها تفتقر إلى حقوق. إلى أن وصلنا، وده أهم حاجة، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. مصر من أوائل الدول اللي صدقت عليها، وليها إدارة مهمة جدا، يعني مع ربط حكاها ممكن إدارة أنا استخلصت منها بعض الأمور، أنها اعتبرت قضية المرأة من أولويات الأمم المتحدة، من القضايا الأولوية، زي قضية السن والأمن الدوليين، أصبحت قضايا المرأة حقوق المرأة من الأولويات الخاصة بالأمم المتحدة باعتبارها جزء من القانون الدولي لحقوق الإنسان. الدبابة تكلمت عن حقوق المرأة على أنها تساوي حقوق الإنسان. ممكن لو سمعت الأمين العام للأمم المتحدة يوم 8 مارس في اليوم العالمي للمرأة، أول جملة بدأ بها قال حقوق المرأة هي حقوق الإنسان، أو حقوق المرأة تساوي حقوق المرأة. دي أول جملة بدأتها هي الكتاب من زمان، أول يوم عملته سنة 2009، قلت حقوق المرأة هي حقوق الإنسان تساوي بالظبط. مفيش فرق يا جماعة، لو قلنا المرأة إنسان يبقى المرأة لابد أن تتمتع بنفس حقوق الإنسان. طبعاً اتفاقية الدجاج قال إنه الدعوة إلى تمتع المرأة بحقوق الإنسان يجب أن تقترن بوسائل وآليات وإجراءات وتدابير لتفعيل هذا. مفيش تقول أنا معترف بحقوق المرأة بس وتسكت، قلنا انا معترف بحقوق المرأة وقال الآليات القانونية لتفعيل هذه الحقوق. فاعتبرت هذه الاتفاقية في الواقع بمثابة تشريع دولي لحقوق المرأة. أهم تشريع دولي لحقوق المرأة النهاردة هو الاتفاقية. هي لم تكن الأولى في هذا المجال ولن تكون الأخيرة، لأن المرأة لم تحصل على كافة الحقوق التي يجب أن تتمتع بها، ولذلك هذه الاتفاقية تضمنت مبادئ هامة جدا، واعتبرت بالقضاء على التمييز ضد المرأة، واعتبرت التمييز ضد إنسانية المرأة وضد حقوقها، وإن التمييز يعوق حقوق المرأة وتمتعها بهذه الحقوق، وإن أمور الأسرة وأمور المجتمع أن المرأة نصف المجتمع، وبالتالي يجب أن تحصل على حقوق وأن يكون لها دور في ممارسة هذه الحقوق. ودور في التنمية المجتمعية، حتى لأنك لا تستطيع أن تنمي المجتمع بنصف أعضائه دون النصف الآخر. عدم يقول لك اصل الناس مفيش وظائف تكفل الرجال والنساء. الحل مش ان احنا نحرم المراه من العمل، انما الحل ان احنا نخلق فرص عمل تكفل الرجال والنساء من داخل المجتمع. لان الدول بتعتمد على هذه المقوله، الدول العالم المتحده بالذات يقول لك هو احنا مكفيين الرجال يشتغلوا الاول لما هنخلي المراه عندها حق العمل. دي حجه العاجز، حجه القاصر الذي لا يريد ان يعمل.
انت عاوز تدي تعمل فرص عمل هتكفي الرجال والنساء على سواء. بدليل في الدول الاوروبيه الرابعه تعمل ربما يعمل ليه؟ لانهم عملوا تنميه وعملوا مشروعات تكفي لتشغيل الرجل والنساء. فكذا ما قلت لكم تنقسم الى اجزاء تتعلق بالحياه السياسيه والحق الجنسيه، بتعمل التزامات معينه على الدول فيما يتعلق بالقضاء على تنس المجالات كلها كما قلت، بتتكلم عن المساواه القانونيه والحقوق الشخصيه، وهناك احكام اجراءيه زي اهم الاحكام الموضوعيه في الاتفاقيه فيها احكام موضوعيه وفيها احكام اجراءيه، ما يهمناش الاحكام الاتفاقيه وانما يهمنا الاحكام الموضوعيه، دي واخده المواد من 1-16. أول مادة في الاتفاقية بتعرف التمييز، تعريف التمييز، حتى عمل تعريف التمييز كل تفرقة أو استبعاد، كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس. أي مرة تلاقي في تفرقة بين اثنين على أساس أن الرجل امرأة، هذا هو التمييز المنهي عنه في الاتفاقية. والتمييز والعنف صنوان متلازمان. التمييز عنف ضد المرأة. مش بس العنف انك تضربها او انك انت تتلجا، انك تحرمها من حقوق، العنف انك تحرمها من حقوق، انك تجعل مستواها ادنى من مستوى الرجل في المجتمع، تشعر المراه بالولين، الاهانات، كل ذلك لو طلب من تحرير التمييز. وعندكم الماده في الواقع تتكلم عن التمييز القانوني والخطير. لما يبقى القانون نفسه بيميز بين المراه والرجل، زي مواد السياق في القانون المصري، ده التمييز اللي يمكن حد يقبله. ازاي يجي نص في القانون الدولي اللي دستورها بيقول لا تمييز، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وتلاقي نصوص في قانون الدوله بتميز بين الرجل والمراه فيما يتعلق بالتجنيد والنقاب، فيما يتعلق بالمعامله الجنائيه، وده زي ما قلت لكم مش مخالف الدستور بس، وده مخالف ايضا لاحكام الشريعه الاسلاميه. ده معنى عنه الماده 2 وضع القاعده، الماده 2 دي مهمه جدا، وضع الالتزامات على الدول للقضاء على التمييز. شوف بقى واحد يقول لي يقرا هذه البنود 9 تقريبا او 10، يقرا هذه البنود ويقول لي ايه هي المخالف، دي متحفظه على مصر خلي بالك ماده 2، يقول لي ايه البنود اللي في هذه الماده تخالف احكام الشريعه الاسلاميه. اول بند اجمال مبدا المساواه بين الرجل والمراه في الدساتير الوطنيه والتشريعات الاخرى وكفاله التطبيق العملي لهذه المساواه. يقول لك يا دوله يا مصر حط مبدا المساواه في الدستور وفي القوانين، مش بس كده، وتكفلي التطبيق العملي لهذه المساواه. قال البند الاول في الماده ده في تعامل الشريعه الاسلاميه، ده هو تجاوب الشريعه الاسلاميه، ده مبدا من المبادئ العامه في الشريعه الاسلاميه، مبدا المساواه. اثنين، اتخاذ التدابير التشريعيه وغير التشريعيه المناسبه بما في ذلك ما يلزم من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المراه. وده الدستور عندنا الدستور هنا نص بس ما نقولش الكلام ده اسم. عامل في نص الدستور انشاء مفوضيه لمكافحه التمييز. ده نص الدستور. مجلس البرلمان بتاعنا ولا شايف النص ده ولا عامل مفوضيه ولا عامل اي حاجه وعمال يشتغل في حاجات ملهاش محدش حاسس بيها من الناس، لكن المواد الاساسيه ما اشتغلش. انشاء مفوضيه لمكافحه التمييز دي بتقول كده، اتخاذ التدابير التشريعيه وغير التشريعيه بما في ذلك ما يلزم من الجزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة. الحظ على الكراهية والتمييز في الدستور بتاعنا جريمة لازم نعاقب عليها القانون. البرلمان ما عملناش هذه القوانين ولا عمل مفوضية التمييز ولا عمل أي حاجة من هذا. المادة 53 هي الدستور المادة 53 بتقول لك إيه؟ المؤلية بتاعت المواطنون لدى القانون السابق. التمييز والحظ على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون فقط كده. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة. تلتزم الدولة، وده الاتفاقية بتقول كده، البند مادة 2 اللي أنا لسه هقولها دلوقتي. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا القانون. ده اللي قالته بالظبط المادة 2. طب ليه دكتور محدش بعيد عن عدم ستريت بوينت؟ الدستوريت ايه؟ يعني مثلا المواد اللي هي مثلا بتميز بين الرجل والمراه في العقوبه بتعامل على الدستوريت، بس المحكمه دي المحكمه مثلا ما تاخدش بعض الاحوال اللي تاخد بيها، وبعض الاحوال زي مثلا نصوص زي دي مضمون على الماده اللي قلت عليها من شويه 237 خاصه بعذر التلبس، ده مضمون عليها من 30 سنه امام المحكمه الدستوريه. المحكمه الدستوريه بتقول لي يا استاذ اشرف بالحرج في الفصل في هذا الموضوع،
مش هي مسؤولة عن ما هي مسؤولة ده وصفة دي وصفة طبعا لكنها في بعض النصوص كده يعني نصوص الزنا مثلا كتير جدا تعلم أمام في محاكمات جنائية في جريمة الزنا المرأة تقع المحاميها يروح قطعا بعمل مسؤولية المادة 274 أعتقد 74 اللي هي بتقول عقوبة المرأة الحبس لمدة نزلها سنتين وعقوبة الرجل دي مخالفة للشريعة الإسلامية ومخالفة للدستور ومخالفة للاتفاقية الدولية مخالفة لكل حاجة في الدين ومع ذلك يروح يتعاقب من المحكمة الدستورية العليا تلك المتعاقب. طب المحكمة الدستورية العليا مثلا حكمت بعدم مسؤولية المادة 48 المادة الثانية بتقول لك فرض حماية قانونية لحقوق المرأة عن طريق المحاكم الوطنية والمؤسسات إلى آخره حماية قانونية. إلزام السلطات، خلي بالك من السلطات دي، السلطات والمؤسسات العامة في الدولة والطرف بالامتناع عن أي عمل أو ممارسة مزيرة للمرأة. يعني سلطة قضائية. أنت ملتزمة وفقا للاتفاقية اللي مصر مشرفة عليها بعدم حرمان المرأة من أي وظيفة قضائية. أنت ملتزمة إلزام السلطات والمؤسسات العامة في الدولة الطرف اللي هي طرف الاتفاقية بالامتناع عن أي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة. فلما تيجي تقول المرأة ما تعيش في مجلس الدولة أنت متوافق مع الاتفاقية؟ لا، أنت مخالف الاتفاقية على طول الخط. هل أنت مخالف الشريعة الإسلامية يا أما؟ مفيش أي مخالف. أصل خلي بالك مصر محافظة على كل المادة دي. قول لي انت وجه المخالفه ايه في هذه الماده الاساسيه؟ بعد كده باسم الخطيب اتخاذ التدابير المناسبه للقضاء على تمييز المراه من جانب اي شخص او منظمه او مؤسسه. في مخالفه الشريعه الاسلاميه تغيير او الغاء القوانين، شوف تغيير او الغاء القوانين والانظمه والاعراض والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المراه. قوانين العامه كفايه تمييز المراه دي عدلت إصابة دي مصر عملت حاجات على فكرة احنا عندنا قانون العمر بالمشايخ بيقول اشترط في العمدة أو الشيخ أن يكون رجل تم الإبقاء النص وأصبح العمدة أو الشيخ ممكن يكون واحد ست صحيح مفيش كلام كان المحافظ عمر ما كان واحدة ست أخيرا جمع المحافظ رجع جمع واحدة ست المحافظ كان عمر المرأة مدرس رئيس جامعة في سنة 2009 2008 ما جاش كله بقى امتحانات الاول رئيسه لجامعه يعني مصر بتعمل حاجات وبتتقدم لكن ما زالت زي ما تقول ايه؟ خطوط معقوله خطوطها مش كامله مش قادره في عقبات معينه مش قادره تتخطاها ولكن هذه العقبه دي هي المؤسسه الدينيه دي مش قابله قوي فكره المساواه الكامله بين الرجل مش قابله وعندهم صعب لما يجي مثلا يقولوا يصدر قانون يحظر اي تمييز بين الرجل والمرأة في اي مجال من المجالات لا يحق المرأة المصرية وصلت كده بس مش مهم ما ينفعش ان يبقى في نص قانوني فقط احنا عايزين نص وتفعيل نص تطبيق نص مع الواقع التقني يبقى التغيير او الغاء القوانين والمنظمة اخر بند مهم جدا الغاء جميع الاحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة ودي فيها نصوص كده هي دي اللي تكلم فيها الغاء جميع الاحكام خلي بالك الجزائيه بتعمل جنائيه بس الدول العربيه بيستعملوا كلمه القانون الجزائي على القانون الجنائي ودايما اللي بيترجموا الاتفاقيات دي جماعه من الشام ولبنان والاردن والكلام ده فبتتكلموا هنا بتقول عليها الغاء جميع الاحكام الجنائيه الوطنيه اي حكم اي قانون جنائي يميز بين الرجل والمرأة عليك انت يا مصر بالتلغين مباشرة، ادي البيوت كلها اللي موجودة في المادة دي. حد يقول لي ايه البند اللي فيهم متعارض مع الشريعة الإسلامية؟ عشان مصر تحفظ وتقول ان الحكومة المصرية على اعتزال على استعداد لتنفيذ المادة بشرط عدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية.
لما كنت تيجي على مصنع على اي بند من دول بتقول انا معترض على البند كذا من الماده الثانيه انا متعارض مع الشاسه والباقي اول التعارض صح ما هو كده في الفرق متعارض مع الشاسه اللي كذا وكذا وكذا انما تيجي على الماده بلوك كلها وده التحفظ ده على فكره القانون الدولي زي ما هقول لك لا قيمه له لانه اشترط التحفظ الا يكون مناقضا لغرض ومضمون الاتفاقيه فلما بعمل اتفاقيه للقضاء على كافه اشكال التمييز بالمرض تيجي انت تحافظ على الماده الاساسيه اللي هي بتطالب بها كافه اشكال التمييز هنا بنقول في القانون الدولي يبطل التحفظ ويصح التصديق يبقى التصديق ماشي لكن التحفظ هو اللي باطل لان عصب الاتفاقيه وجوهرها هو ايه؟ هو زياده التمييز بالمرض انت متحافظ على الماده اللي بتقول لك انت تقضي على التمييز بالمرض وتعمل اجراءات كذا وكذا انت متحافظ عليها كلها حسب طبعا برضه المادة 3 اتكلمت عن تمكين المرأة والمادة 4 ده مهم جدا اتكلمت عن التمييز الإيجابي للمرأة مش بس إزاي كانت أشكال التمييز بالظهر وصفات الرجولة قالت ما هي المرأة اتأخرت في الحصول على حقوق في دول كتير جدا إحنا نقبل في الاتفاقية إن يبقى في تمييز إيجابي للمرأة لفترة معينة ويسمى تتمكن من الحصول على كافة وتتساوى فعلا في دول كثيرة زي دول العالم الثالث والدول العربية والإسلامية المرأة بعيدة أوي عن المستوى مع الرجل بعيدة أوي فقالوا إيه؟ المادة الرابعة قالت يجوز للدولة أن تبرر أحكام تميز المرأة عن الرجل دي مش زي ما عملوها عندنا في 2008 بقالي في 2008 عملوا كوتا في البرلمان 64 مقعد للمرأة إضافة للمقاعد اللي هي ترشح عليها العالم بس يبقى لها حد أدنى 64 دستور العراق عامل البرلمان 25% على الاقل للمراه لازم 25% على الاقل الدستور التونسي الاخير في 2014 عمل ماده اسمها المواصفه نص بالنص يعني المواصفه لان المراه زي الرجل متساويين يبقى يعمل يعني المواصفه المراه نصف البرلمان يبقى لازم يبقى في تحط مرشحين رجل ومراه لازم زي ما كان زمان يقول لك 50% على الرجل دلوقتي 50% راح في البيت الدستور وزاره التمييز الماضي كان 50% معمول لك انت كان الجميل نعم كان 50% معمول لك لان ده كان حاجه صعبه شويه لان هم مقصرين فيه ان هم على قدر محدود من المعرفه والثقافه يعني مين دول؟ لا بالنسبه للمكان الاول كان 50% للعمال القليلين كان الموضوع صعب انك تميز المرأة لا لا يعني يمكن وجود المرأة في المواصفة مع الرجل في البرلمان ده شيء ايجابي كويس انما الاول لما كنت 50% للعمال القلقين كان الموضوع صعب لان هم بيبقوا محدود من المعرفه وان هم يقدروا يطرحوا مشاريع قوانين وان هم يرفعوا النساء يعني؟ لا لا بتكلم على بلوك لا لا ماشي دي حاجه ثانيه دي كانت طبعا ليها سياق تاريخي معين نظام سياسي شعب مصر عبد الناصر لما جه كان هو مصير الطبقات الكادحه ومصير الفقراء فكان هو دايما بيجلد طبقه القوة كانت مضطرة على الطبقات اللي كانت مسيطرة، فكان زمان مثلا المالك متغلب على المستاجر، فجاء عمل قوانين لعلاقة بين المالك والمستاجر، كان رب العمل متسلط على العالم، كان الإقطاع متسلط على الفلاح، فهو حب يعمل شعبية ويحقق العدالة برضه، الراجل صحيح كان حقق عدالة كتير، أنا إحنا أيام كنا في الجامعة عبد الناصر الله يرحمه كان موجود، كان طلبه هو رئيس جمهورية كانت الجامعات معظمها من ابناء الطبقات الكادحه ابناء العمال الاجانب موجوده حاليا كلها اللي هي في الستينات وما كل دول من تعليم عبد الناصر للطبقات الفقيره كلهم كانوا اولاد عمال فلاحين او مش كلهم معظمهم اولاد عمال فلاحين وانما كانوا بيتعلموا في الجامعه كان مصاريف الجامعه اياميها كام؟ 275 قرش 3 جنيه الا ربع كنا ندفع كل مطعم الجامعة ده اللي هو عند كلية التجارة ده اللي هو بقى 5 سنين وجبة كاملة الرز واللحمة والخضار والحلو والفاكهة وكل ده وجبة كبيرة كده كان 6 أيام في الأسبوع ب 30 قرش الوجبة ب 5 سنين ده حاجة عبد الناصر عمل الجمال لسه في الأرباح وتمسيك مجلس الإدارة وعمل الجمعيات التعاونية الزراعية إلى آخره طبعا ده كان يعني نقلة كانت كبيرة جدا إنما طبعا بعد كده بدأت تتأخر الانفتاح والقصص الثوريه اللي انت عارفها. استفيد الاجابه يا دكتور بيبقى ليه اهداف معينه؟ طبعا اهداف انك انت تمكن طبقه كانت محرومه
من ان تعرض هذا الحرمان وتصل الى ان تتساوى مع الطبقات الاخرى. بس ده ما يصحش الاداء. لا ده لا مؤقت ويبقى مرتبط بهدف وبينتهي مجرد ان هو يتحقق الهدف. اكيد ما هو ده التمييز الايجابي المؤقت من اللي نص عليه الماده الاخرى. ماده خمسه اتكلمت عن القضاء على الادوار النمطيه الجنسيه. يعني ما يصحش ان احنا ننمي وركز على ان المراه ادنى مركز من الرجل او ادنى قيمه من الرجل، وان المراه وظيفتها الايجار والخدمه في المنزل والرجل هو وظيفته العمل والانتاج. هذه ادوار نمطيه تركز على بنيه المراه وانها اقل مركزا وقيمه من الرجل. ولذلك الاتفاقيه تطلب ان تكون التربيه الاسريه في هذا الاطار، تعمل يعني تربية اسريه ما يبقاش التربيه الاسريه قائمه على ان البنت ادنى من الولد. كل ثقافتنا ومسؤولياتنا الاجتماعيه قائمه على هذا. لما في البيت حاجه الولد ده هو كل شيء في الاسره، والبنت دي خاضعه. قومي هات لاخوك يشرب، قومي هات حط لاخوك الاكل، قومي شوف اخوك عاوز ايه. ينشا الولد والبنت على هذه الثقافه التمييزيه زي بالظبط لما تفرق بين اي اثنين في المدرسه. انا فاكر لما كنا في المدرسه في الابتدائي تيجي حصه الدين دي من قبل المسيحيين اتفضلوا. مسيحيين اطلعوا مسيحيين من المحضر. انا وانا صغير ما كنتش عارف ليه وانا في الكنيسه في الابتدائي صاحبي مسيحي راح طالع من الفصل وراح حته لوحده واحنا خدنا حصه الدين. لما كبرت عرفت هذا الموضوع، وده سبب اللي حصل في مصر بعد كده كله انك زرعت التفرقه بين ابناء الوطن الواحد. وزي لما كبرت شويه بقى مصر هم ما عملوش قصه دين مشتركه ليه؟ يحطوا فيها القيم الدينيه المشتركه بين كافه الاديان. وكتبت مره هذا الكلام على كده فتره كده، ليه ما عملش كلمه منهج دين يبقى فيه القيم الدينيه المشتركه؟ التسامح، المساواه، حب الاخرين، حب العمل، دي كلها حاجات الاديان كلها بتطلب بيها. مره ربي كان في الوفد تلاقي يا رب جه قال لي انا ربع المسيحيين بيقولوا ان المسلمين هيروحوا النار. وعيال صحابي المسلمين بيقولوا ده مش هي اللي هيروح النار. قلت له حبيبي اللي هيروح النار هو اللي عمل عمل وحش سواء كان مسلم او مسيحي. اللي هيروح الجنه هو اللي عمل عمل كويس سواء كان مسلم او مسيحي. ثم ان الجنه والنار يبقى من شكل العالمين ربنا اللي هيعملها يوم القيامه. طب هم عارفين يوم القيامه هيبقى فيه ايه؟ وحد راح يوم القيامه وراجع عشان يكون فيها ايه؟ ده الكلام بتاع ربنا اللي هيعمله. فكان مقتنع يعني مش مصدق ازاي قاعدين الولاد بيقولوا ده جاي من ايه؟ من العشق الدين المسلمين المسيحيين يطلعوا والمسلمين يقعدوا. فتركت لما يروحوا للشباب وبعد كده لما كبروا بقى ودخلوا جامعات ودخلوا دور سلفيين وبقوا الى اخره صنعوا في عقولهم هذه الشعب يروح يتبع مسيحي معاه قدام قدام ليه؟ خلي بالك يعمل هذا استنادا الى اقرار موجوده في كتب الفقه الاسلامي. مش واحد بيعمل عمل داعش داعش دول مش اهل السنه بيقولوا عليهم اهل السنه. اللي بيعملوه ده كله بيدفع الناس وفقا لاراء الفقه الاسلامي الموجوده. لذلك هو الرئيس لما قال لهم تجديد الخطاب الديني دي ما كانش بيفكر فيها، لان مش المفروض تجديد الخطاب الديني، المفروض تجديد الفكر الديني. لان الخطاب تعبير عن الفكر، وطالما انت عندك فكر ظلامي فخطابك هيبقى ظلام. لو نورت الفكر ونورت العقل خطابك هيتغير ويبقى هنا تجديد الفكر. فاذا جددت الفكر الديني تجدد الخطاب الديني تلقائيا. واحد لانه بيعملوا كل من يقتل مسيحيا او ينتهك حقوقه يفعل ذلك استنادا الى رؤيه الفكر الاسلامي الموجود. كتب الفقه من صور طلبه في الازهر في المدارس. وطلع مره شيخ انا سمعت في التلفزيون شيخ محمد عبد الله بن شمس بيسموه الشيخ ميزو. كشف حاجات راجل خد خمس سنين دلوقتي واخد خمس سنين حبس تهم تزوير الاعلام. الراجل والله لما قالوه يا جماعه ده البخاري فيه حديث بيقول اذا كان لواحد يريد ان يستنجي او يتطهر وهو في مكان ليس امامه الا اوراق الانجيل او التوراه يستعملها في النظافه. والله الراجل بيقول في حديث البخاري بيقول الموضوع في حديث يعني تعالى نازل اوراق نجسه لا يجوز استعمالها في الاستجابه للتطهر. في حديث كده بيقولوا ما هي التفرقه بتيجي منين؟ الرجل والمراه هي جت منين الرجل والمراه؟ هي جت من سوء فهم احكام دينيه وتفسير احكام دينيه معينه لها سياق تاريخي معين ولها ظروف معينه وحكمه
تضرب التشريع الاسلامي كان حقوق الانسان والناس خلوها طوروها بعد كده وعملوها ثقافه توارثتها الاجيال وعاشت وانتقلت من جيل الى اخر حتى اصبحت الان بالنسبه لنا امورا مستقله المراه ما يصحش تاخد كذا المراه ما يصحش تبقى زي الرجل المراه ما ينفعش المراه ما ينفعش تشتغل في القضاء بناء على راي ابن تيميه بس هو اللي قال المرأة لا تصل في أوائل القضاء لأن القضاء بلادي ولا ولاية المرأة على الرجل يس لا ولاية من المرأة لكن في ولاية الرجل على المرأة إنما المرأة من هاش ولاية على الرجل ده كان أحد في العصر الحديث حد يصدقه أو يفتي بيه أو يتكلم عنه يعني القضاء على الأدوار المنطقية وتنميات الثوابت المشتركة بين الرجل والمرأة القضاء على الرجل والمرأة المادة 6 كل واحد يتكلم عنه بالتفصيل مساواة الحياة السياسية 7 و8 المساواة في القوانين الجنسية زي ما قلت لكم مادة 9، المساواة في التعليم 10، المساواة في العمل 11، المساواة في العمل ده مهم جدا لأن أكبر مجال تعاني فيه المرأة من التمييز هو عليها التعرض، وزي كده الدستور عمل نص المادة 11 مخصوص عشان المساواة بين الرجل والمرأة، هي موجودة إيه؟ في اتفاقية دولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد حماية المرأة من التمييز بسبب الزواج، المرأة اللي تتزوج في بعض الأعمال تفصل من العمل عندما تقول تفصل من العمل في دول كثيره دي وفي مصر عندنا القطاع الخاص ما بيرضاش يشغل الستات يقول لك اصل الست هتيجي تروح عايزه اجازه وضع اجازه حمل واجازه وضع واجازه تربيه طفل واجازه رعايه مش عارف ايه ما بيرضوش يشغلوا الستات القانون ده بد ان يحمي ويضع نسبه لتشغيل النساء بالمساواه بين الرجل والمراه مساواه في الحصول على خدمات رعايه الستات حماسيه بين الرجل والمراه دي كمان واحده الست ما تتعالجش الراجل يتعالج مثلا المساواة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، القضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية، مادة خاصة في الاتفاقية مادة 14، هي المادة 15 المساواة من القانون، والمادة 16 المساواة في العلاقات الأسرية، وزي ما قلت لكم ودي مادة مهمة جدا، المادة هي 16 بتقول لك إيه؟ تحديد سن عدد الزواج، وتسجيل الزواج في السجل الرسمي، ومنع الخطوبة للطفل أو زواجه قبل بلوغ السن ولا يكون الخطوبة أو الزواج للطفل إذا حدث أي أثر قانوني. تشتغل في البرلمان دلوقتي طفلين صغيرين قاعدين وعندهم خطوبة ومدبسين الولد بقى ومدبسين البنت أستاذ في سن كام؟ 9 سنين أو 8 سنين. هل في ناس عقلي تفكر في هذا الكلام؟ يقول لك أصل بس ده حجز، احنا عاملين حجز بس كده عشان نتعامل مع في حاجات المهم في لجنة القضاء على التمييز في المرأة والبروتوكول الاختيار اللي اتكلمنا عنه المهم بعد كده ان شاء الله هنقف عن الامتيازات الحافظات المصريه دي اللي عايزين لسه بقى موضوع مهم نيجي في الامتحان التحفظات المصريه على الاتفاقيه مدى ما هي هذه التحفظات؟ ما هو حكم التحفظ في القانون الدولي؟ ما هي مدى ملائمه هذه التحفظات؟ هل اسم في هذه التحفظات؟ يبقى انا كده مبسوط جدا لو حضرتكم المره الجايه دكتور معلش نقطه عجله بس كانت منها يعني احنا في موقفين احنا عرفنا عن التحفظات تمام احنا بقى اول كتاب خالص انا عملت مراجعه سريعه عشان يعني انتوا حضرتوا كلكم المره اللي فاتت مش كده؟ انا دايما بحب اراجع الكتاب كده بسرعه يعني نظره سريعه عشان اللي فات بالجديد انا مش هدور انا شويه نبطئ العمل لغايه ما ينتهي التسجيل عشان لو جينا سنين ما نقعدش بعيد كمان نحول انا لسه ما سجلتش مادة اصلا ها؟ لسه ما سجلتش مادة سجلتش؟ احسن من بكره لا لا يعني قصدي لما ينتهي الاسبوع اقل من الاسبوع ده هو لا انا ما عارف فكر المفروض لما السبت اللي فات اي لا انا هو اثنين حسب الظهر السبت الخميس انا لو عارف ان هو بكره خير لا لا ده امتد لغايه الخميس على الخميس الجاي لسه بقول له مش طبعا لسه يعني التسجيل متاح الاسبوع الجاي لغايه الخميس الجاي وبعد الخميس هنفكر كل سنه نقول لهم احط معاد يعني نزل 10 لو سمحت نزل 10 10 انا لما كنت وكيل دراسات عليا كنت حد معاد تقول انت بس عشان تقعد يوم بسرعه يكون معاد وبعدين يوم لا سبت ليه هتعزل الناس حط معاد نهائي دايما بعد ما فيش تسجيل خلص دكتور انا شغلت 5 مواد وقلت للموظف قلت له عايز ازود ماده قال لا انا سجلت 5 مواد دلوقتي والتيم مع حاسس ان دكتور زود الماده بتاعتي قلت له طب انا ايه اللي هدفع عليها؟ قال لا هو النظام كده عشان كنت سجلها على الكمبيوتر هي دي الماده اللي بتاعتك جيت الاسبوع اللي فات قال لي لا دي ماده لحد على يوم 7/3 تيجي السبت الجاي جيت النهارده عشان اسال قال لي ده بكره يوم في الحاسس الاضافي لا 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 ل
لسه حصل ده لغايه ما حصل ده ما بداش هم مادوا التسجيل لا هو بدا دكتور حسن الله بدا بدا على حضرتك ومحمد صلاح هم مادوا التسجيل حصل ده مادوا التسجيل نفسه لغايه نهايه الاسبوع الاسبوع ده صحيح وبالتالي الحسب والله كمان ممكن يتم الاسبوع كمان تاني بعديه تمام انت مش عارف بقى النهارده خلاص نظام جامعه كبيره زي جامعه اسكندريه دكتور ده في مشكله يعني انا عزمتك من يوم الاحد لغايه يوم الثلاثاء علشان الموظف قال لي انا حذفت اسمك من الاشتغال عشان اسجل بياناتك غلط على الموقع على السايت على النت. طب يعني هسجل بيانات غلط ازاي؟ قال لي كاتب التقديم غلط، قلت على اساس ان انا فكرت الاقي مش هكتب التقديم بتاعي. وللاسف دكتور جابر اللي هو وكيل المؤسسات العليا قال لي لا الموظف ما بيغلطش. الموظف ما بيغلطش؟ قلت له انا داخل بياناتك غلط اسمك. اه يعني انا داخل بياناتك غلط الموظف ما قال الموظف ما بيغلطش بيغلطش كده. يعني انا داخل بياناتي انا الوضع الوظف داخل بيانات 10 مليون طالب نسبه الغلط عند مين؟ انا الوصول ده بيطلع من مهمات الخط من السلام هم استقيلوا عليه يعني معنى كده ممكن يسمع مخطئ ممكن ينسى وممكن يكره الغلط بتاع الشيء ممكن يكره الدكتور جاب نفسه غلط عليك يقول لك الوظف ده غلط كده الوظف ما يقدرش الوظف ما يقدرش هو غلط في التاني الناس برضه ظلمنا لان حصل الاضافه كان اسبوع واحد وكان اول محاضره في دكاتره تابل وفي دكاتره مثلا ما ادتش نبذه مختصره عن الماده فما عرفناش نغير المواد في مواد احنا دخلنا فيها كده ما نعرفش عنها اي حاجه في الاخر كله يطلع لها في بلس زي الجنائي بيها كله في بلس يا استاذ محمد ما فيش نتيجه بس اللي معناها واللي جاي من هو 70 طالب الماده 70 طالب اه مسافه قال لنا انا هاجي يوم 10 ساعه على بسرعه وعلى فكره في البرازيل عارفين ده بس ده مش هيحصل هو كان اكتر حاجه بيناها ماده فيلم الدستور ليه اللي كتبها صراحه من الاثنين اللغه الرسميه للدوله؟ كان الموضوع ده مش عارف يعني؟